السلام عليكم جميعا. عندنا النهارده محاضره السكس ديترمينيشن اند انترسيكشواليتي، وانا عارف ان في محاضره قبلها بعنوان ديفلوبمنتال انوماليز في ميرا ودكتور تراكت، لكن حبيت ان يكون الترتيب عندنا يتعكس، لان احنا عندنا في جدول المحاضرات ان موجود ان الديفلوبمنتال انوماليز الاول بتتاخد مع الاناتومي، والمفروض ان احنا كمان مش بس هنذاكرها من الكتاب، لا كمان هنذاكرها من الباوربوينت، ومذاكره الباوربوينت كمان اهم من مذاكره الدرس في الكتاب. لكن في الاول عشان نستوعب الديفلوبمنتال انوماليز، انا شفت ان افضل ان احنا نذاكر الاول السكس ديترمينيشن. اعتقد لو تم استيعابها بشكل كويس جدا هتسهل كمان الديفلوبمنتال انوماليز، وفي نفس الوقت باذن الله في الفيديو الجاي هيكون في شرح الديفلوبمنتال انوماليز سواء من الكتاب او من الباوربوينت، هيتم استخدام الاثنين في الشرح ان شاء الله. فنبداوا في موضوع النهارده باذن الله. عندنا اول حاجه خالص هيتكلموا على النورمال سكشوال ديفرنشيشن، ان هو السكشوال ايدنتيتي او الهويه الجنسيه، ان هو شخص يكون ميل او يكون فيميل. عشان طبعا بيتحدد اذا كان ميل او فيميل بيبقى فيها عناصر مختلفه. في طبعا الكروموزوم السكس اللي هو بيتكون في الاول عند مرحله الفيرتيزيشن وبيسمى بالجينيتك سكس، ان هو يكون الفيميل عندها 46XX او يكون عند الميل 46XY، ويكون طبعا السيمبلز بالشكل ده. طبعا اللي على الشمال ده الميل ما فيهوش اي مشكله، الاكس واي. اللي على اليمين ده الفيميل الاكس اكس، واللي في النص ده هنا بقى الانوماليز، ان يكون شخص عنده التو تايبز من الكروموزوم السكس، او عنده انوماليز تخليه يتصنف ان هو بين البنين، ان هو لا هو ميل ولا هو فيميل، او ان هو الاثنين في نفس الوقت. تاني حاجه عندنا هي الجونادال سكس، ان هو طبعا في مرحله الديفرنشيشن عند الاسبوع السادس السابع زي ما قلنا في الامبريولوجي، ان هو بيظهر لو كان في واي كروموزوم الاس ار واي جين، يبتدي بقى يحول الجونادز الى تستس، او في عدم وجودها تتحول الى اوفري في الفيميل. الهرمونال سكس نفس الكلام، لو في تستس هتطلع تستوستيرون في الميل، ولو مش موجوده هيبقى عندنا الجونادز تتحول الى اوفري، وبالتالي تفرز عندنا الاستروجين هرمون. الاكسترنال اناتوميكال سكس طبعا في حاله الميل هيكون السكروتم والبينس، وفي حاله الفيميل هيكون الفالفا وكل الاستراكشرز اللي حواليها. والانترنال طبعا بالولفيان داكتس في الميل، اللي هتكون عندنا السيمينيفروس فاسيكلز والابيديديمس والباس ديفرنس وكل الاستراكشرز الانترنال. والناحيه الثانيه في الفيميل البوديريان داكتس طبعا، اللي هي هتكون السيرفكس وهتكون اليوترس وهتكون الابر فيجرز اوف الفاجينا زي ما شفنا قبل كده. طيب عندنا بعد كده الجدول هنا برضو ملخص الكلام ده شويه، ان الكروموزوم السكس اللي هو اكس اكس او اكس واي هيتحدد على اساس الجونادال سكس زي ما قلنا بالاس ار واي جين اللي موجود على الواي كروموزوم. وبعد كده طبعا يحصل انهبيشن او ريجريشن على حسب بقى للميلوريان داكت او للولفيان داكت على حسب الجونز اللي اتكونت عندنا. فيتكون عندنا الانترنال جينيتال سكس سواء ميل او فيميل، والاكسترنال نفس الكلام. في عندنا مصطلحين زياده على المصطلحات دي، وهو حاجه اسمها الجندر اوف ريرنج، او الجندر اللي اتربى عليه الشخص. لان طبعا حتى لو كان هو اتضح ان هو عنده انوماليز كسكشوال ايدنتيتي، هو هيكون شخصيته مبنيه بشكل كبير جدا على النوع اللي هو اتربى عليه، اذا كان هو اتربى على انه ميل او اتربى على انها فيميل. وطبعا غالبا بيكون التربيه على اساس المظهر الخارجي، فبالتالي هنشوف انوماليز ان هي شخص هو اساسا اكس واي، لكنه المظهر الاكسترنال بتاعه مظهر بتاع فيميل، فطبعا ده اهله هيربوه على انه فيميل، وهيبقى السكس اوف ريرنج بتاعه فيميل مع انه هو اصلا ميل. فدي بتبقى حاجه مهمه جدا، ولما بنيجي كمان بنصلح الانوماليز بنعتمد على ان احنا نحافظ بقدر الامكان على الجندر اوف ريرنج عشان السايكولوجيكال بروبلمز اللي ممكن تنشا من حاجه زي كده. طيب وفي كمان السكند سيكشوال كاركترز اللي هم طبعا بيظهروا في الميل وبيظهروا في الفيميل، وكل واحد منهم ليه خصائص معينه برضه هنبقى نشوفها في الدرس. في مصطلح عندنا في الاول خالص، وهو اصلا من ضمن المصطلحات اللي في عنوان الدرس النهارده، وهو الانترسكشواليتي. في الانسان الطبيعي ان هو هيحصل ديفرنشيشن الى ميل او فيميل، تمام؟ انما في عمليات ديفرنشيشن بتحصل فيها مشاكل بتبقى امبيرفكت، فهو الانديفيديوال ده حصل له مشاكل على المستوى مثلا الكروموزومز او مستوى الجونادز او مستوى الانترنال جينيتال اورجنز او مستوى الفينوتوبيك سكس او السكس اوف ريرنج زي ما شفنا قبل كده، فحصل مشكله في الديفرنشيشن. فعملنا مصطلح اسمه الانترسكشواليتي، فهو عباره عن ديسكوردنس او تعدي او اختلاط بين اي اثنين من المصطلحات اللي هم موجودين فوق دول، اي اثنين من الخمسه دول، تمام؟ ومصطلح ثاني اللي هو الترانسكشواليتي، وده بيكون له علاقه بان هو سايكولوجيكال اكتر، تمام؟
بدليل ان ممكن في دول الغرب تحول الجنسي او الترانس ان هو يعني عندك الترانسكشواليتي ان هو ميل يتحول الى فيميل او فيميل تحول الى ميل بيتم بناء على رغبه مش اكتر، على ممكن مشاكل نفسيه، ممكن خلل حتى في الهرمونات، لكن الموضوع مش بيبقى طبي قد ما هو بيبقى معتمد على رغبه الشخص ده ان هو مثلا راجل يتحول لست او ست تتحول الى راجل. فده بيبقى مجرد ان ديسكوردنس ما بين السايكولوجيكال سكس ان هو بس ايه مثلا يكون ميل بيدعي ان هو بينجذب الى ميلز، او تكون فيميل تدعي ان هي تنجذب الى فيميلز فيحوله للاوبوزيت سكس. طيب عندنا بعد كده الفيسيولوجيكال كونسيدريشنز، ان هو طبعا زي ما قلنا قبل كده في الامبريولوجي ان كل فيتس بيتسد ان هو يبقى فيميل فيتس حتى ظهور الاس ار واي جي في الواي كروموزوم، واللي طبعا في حاله عدم وجوده حتى لو في كروموزوم هيتحول الانترنال دكتس الى فيميل دكتس، وان الامبريو طبعا بيكون نيوترال لحد الاسبوع السادس للاسبوع السابع، ما بيكونش حصل لسه ديفرنشيشن للجونادز، فهي تمشي كده وتمشي كده لحد طبعا ما يظهر الاس ار واي جين زي ما شفنا ويتحول الجونادز الى تستس او ان هي في الابسنس بتاعها تتحول الى اوفري. وده يعادل برضو كمان امبريولوجي ان في وجود التستس ديترمينينج فاكتور والاس ار واي جين على الشورت ارم اوف الواي كروموزوم التستس هتتحول، تمام يعني الجونادز اند فرانشيز هتتحول الى تستس، ويشتغل بقى المودرين انهبيتنج فاكتور هو والانتي مودرين هرمون والامور دي كلها، ويعمل لي طبعا مودرين جنريشن، وعلى الناحيه الثانيه الولفيان دكتس هي اللي هيحصل لها بروكريشن بالتستوستيرون ويعمل لنا الميل اكسترنال والانترنال اورجنز. ده صوره، عندنا صوره على اليمين وصوره على الشمال. الصوره اللي على الشمال دي خاصه بالفيرتلايزيشن وهي مراحل كل منهم. عندنا السبيرمز حاجه من الاثنين دي هتكون اكس يعني هتكون شايله واي، او الاوفم طبعا في كل احوالها هتكون شايله اكس مفيش واي من ناحيه الماترنال سايد. هيحصل فيرتلايزيشن هو هنا هياخد لنا السايكل مره بالاكس اكس اللي هو الفيميل ومره بالاكس واي اللي هو الميل. وطبعا قلنا هيحصل الكلام ده عند السكس ويك، ده اللي بيحصل بدايته عنده الديفرنشيشن اوف الجونادز. طيب خلينا اول نبدا بالاكس اكس، هيحصل ايه؟ هيحصل ان مفيش واي كروموزوم، مفيش اس ار واي جين، مفيش تستس ديرمينينج فاكتور، فما تكونش عندنا تستس، فمفيش عندنا تستوستيرون، فهيحصل جونادال كورتكس بروفريشن الى ايه؟ الى الاوفري، يبقى الجونادز الانديفرنشيز اتحولت الى اوفري، تمام؟ مفيش مودرين انهبيتنج فاكتور لان مفيش تستوستيرون ومفيش تستس، فبالتالي المودرين دكتس او مودرين سيستم هو اللي هيديفلوب، فهيعمل لنا الانترنال اورجنز، هيعمل لنا الفاجينا، هيعمل لنا يوترس، هيعمل لنا فالوبيان تيوب. وبعد كده هيتكون الجينيتال ريدج والتيوبركل اللي هم بعد كده هيعملوا ريسبكتفلي التيوبركل هيعمل الكليتورس والجينيتال ريدج هيعمل لنا الليبيا سواء الميجور او المينور. بالنسبه للناحيه الثانيه للاكس واي اللي هو الميل هيبقى عنده الاس ار واي جين طبيعيا على الشورت ارم اوف كروموزوم زي ما شفنا قبل كده. هيعمل لنا ايه؟ هيعمل لنا ديفرنشيشن للجونادز هتتحول الى تستس، تمام زي ما شفنا هنا اهو. التستس هتنتج بالسيرتوري بلايدك سيلز الميدوريان انهبيتنج فاكتور، فده هيعمل ميدوريان ريجريشن، وفي نفس الوقت الناحيه الثانيه هيبقى عندنا وولفيان دكت بروجريشن، فده هيعمل فيوجن للليبيو سكروتال فولدز اللي هي هتعمل لنا السكروتم، والجيتال تيوبركل اللي هي هتعمل لنا البينس، لان احنا كنا قلنا في الامبريولوجي ان التيوبركل بتعمل البينس في الميل وبتعمل الكليتورس في الفيميل اللي هم الاثنين يعتبروا اركتايل تيشو. طيب الناحيه الثانيه عندنا الواي كروموزوم، ده برضو الكلام بالتفصيل شويه عن الميل سايد ان هو الاس ار واي جين على الشورت ارم اوف الاكس اف الواي كروموزوم هيشتغل هيحول الجونات زي ما قلنا ديفرنشيشن الى تستس. التستس بقى السيرتوري واللايدك سيلز هتعمل تستوستر وهتعمل انتي ميدورين هرمون. الانتي ميدورين هرمون هيعمل حاجه واحده بس ان هو هيعمل ميدورين دكتور ريجريشن فيمنع تكوين الفيميل انترنال اورجنز. طيب الناحيه الثانيه التستوستيرون هيجي عنده 5 الفا ريدكتيز اللي هو الانزيم هيشتغل عليه هيحوله الى داي هايدرو تستوستيرون، وان هو هيروح بعد كده ريسبكتفلي للريسبتورز اللي خاصه بالاندروجينز في السيلز علشان يحول الشخص ده الى ميل فينوتايب يبتدي يعمل بقى السكندري سكشوال كاركترستكس والامور دي كلها. ده كده الطبيعي. طب ايه بقى اللي مش طبيعي؟ الحاجات اللي احنا هنقولها دلوقتي حالا دي. اول حاجه خالص ان في سكس كروموزومال ابنورماليتيز، يعني الانسان لا هو اكس اكس ولا هو اكس واي، هو حاجات مختلفه خالص. عندنا ثلاثه في المنهج وهما التيرنر سيندروم، ان يكون في ميل عندها اكس كروموزوم واحد فهتبقى 45 اكس او 45 اكس او، واو ده بس كده يعني زي كده سد خانه، لكن هي عندها اكس كروموزوم واحد فقط، وبالتالي هي بانها بدل ما هي عندها اثنين سكشوال كروموزومز بقى عندها واحد فبقت 45 مش 46. تاني واحد عندنا الكلاين فلتر سيندروم اللي هو يعتبر
47XXY دي عندها X كروموزوم زيادة او بمعنى صح ده عنده لان ده اقرب ان هو يكون ميل ان هو يعتبر عنده الواي كروموزوم لكنه عنده 2 اكس كروموزومز فهو اصبح اكس اكس واي فبقى 47 مش 46 ان هو في واحد زياده والتريبل اكس واللي هو كان بمسمى القديم اسمه السوبر فيميل ده عباره برضو عن 47 لكنه اكس 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 3 اكس كروموزومز وطبعا كده هيبقى 47 ان كده برضو عندها واحد زياده ده كده بالنسبه للسكشوال كروموزوم الابنورمالز بالنسبه للعنصر الثاني اللي عندنا هنا النهارده وهو الانكومبليت ماسكولينايزيشن اوف الجينيتيكالي ميل فيتس يعني ايه اختصار الكلام ده يعني احنا في الاصل عندنا ميل فيتس تمام عندنا ميل يعتبر اكس واي اكس واي عنده الاكس واي كروموزومز حصل له ايه حصل له انكومبليت ماسكولينايزيشن يعني هو حصل له ان ما بقاش ميل بشكل كامل فبالتالي بقى مظهره الخارجي مظهر فيه ميل لكنه داخليا وجينيتيكلي وايز يعني يعتبر ميل هو بس مدي الشكل الكاذب ده الخارجي ان هو فيه ميل لكنه من جوه الديفرنسيشن بتاع الانترنال اورجنز بتاعته هي عباره عن ميل اورجنز تمام فعشان كده بيسموه الميل سودو هيرمافروديتيزم ده بسبب ثلاث عناصر او يعني واحد من الثلاثه دول يعني ان هو فيه مثلا من اول خالص فيلير تو برودوس تستوستيرون هو ما عندوش تستوستيرون بسبب ان هو زي ما شفنا في الامبريولوجي حاجه اسمها سوير سيندروم ان هو بالرغم ان هو اكس واي الا ان هو ما عندوش الاس ار واي جين على الشورت ارم اوف الكروموزوم واي فبالتالي ما تكونش عنده تستس تمام رقم اثنين ان هو يكون عنده تستوستيرون فعلا يعني هو عنده تستس وعنده تستوستيرون لكن عنده مشكله في المرحله دي عنده مشكله في الانزيم اللي هو الفاي افراكتيز اللي هو كان بيحول التستوستيرون الى الدايهايدرو تستوستيرون اللي هي النسخه من التستوستيرون اللي كانت بتشتغل على الاندروجين ريسبتورز لان التستوستيرون ما ينفعش يروح للاندروجين ريسبتورز مش هتشتغل لازم يتحول للفورم الثانيه دي عشان بعد كده يحصل ان سكند سيكشوال كاركترستكس فبما ان عندنا نقص في الانزيم اللي بيحول التستوستيرون للنسخه الاكتيف بتاعته فبالتالي مش هيحصل عندنا الا ميل سكند سيكشوال كاركترستكس طيب ثالث حاجه عندنا اللي هو الاندروجين ريسبتور ديفيشنسي ان احنا عندنا اصلا مشكله في الريسبتورز دي ان هي ما بتستجيبش للدايهايدرو تستوستيرون يعني احنا عندنا الفايف افر ادابتيز موجود بشكل طبيعي جدا وفي نفس الوقت بيحول التستوستيرون عادي جدا للدايهايدرو تستوستيرون لكن الكميه اللي بنصنعها دي مش لاقيين حاجه تشتغل عليها وده بيتقسم الى جزئين النسخه الاولانيه اللي هي عباره عن كومبليت انسنسيفيتي اللي هم كلهم ما بيشتغلوش هيبقى اسمها موريس سيندروم تمام ده اسمها الثاني والانكومبليت برضه هيبقى له اسم هيبقى اسمه ايه هيبقى اسمه حاجه اسمها ريفنشتاين سيندروم بعد كده عندنا مشكلة تانية برضو وهي تساوي مشكلة الميل سودو هيرمافروديتيزم واسمها الفيميل سودو هيرمافروديتيزم. طب نفكر الأول احنا في الميل كان مشكلتنا ايه؟ ان هو ميل اكس واي انترنال اورجنز ميل لكن هو الاكسترنال ابيرنس ان هو فيميل. فده نفس الفكرة برضو ان هو ده هيبقى فيميل هيبقى اكس اكس برضو 46 مفيش أي مشكلة لكن ده وداخليا برضو فيميل انترنال اورجنز لكن خارجيا هو شكله ميل عنده الميل سكند سيكشوال كاركترستكس ده بسبب ايه بسبب حاجتين كبار ان في الاول حاجه اسمها اكسس فيتا اندروجينز يا اما تكون مشكله من جانب الفيتس نفسه او مشكله من الماتيرنال سايت وطبعا الماتيرنال سايت ده عشان تبقى مشكله مؤثره لازم تبقى مشكله تحصل اثناء الحمل يكون لسه في ميل دي لسه انترا يوتراي ما اتولدتش لسه طيب بالنسبه للمنظور اللي هو في الفيتال ان هي تكون عندها كونجنيتال ادرينال هايبربليجيا وهنعرف ده ازاي هيتسبب ان هيحصل لها فيرلايزيشن او انها هيظهر لها الميل سكند سيكشوال كاركترستكس بدل اللي كان المفروض يظهر لها اللي هي الفيميل سكند سيكشوال كاركترستكس والناحيه الثانيه المشكله الخاصه بالماتيرنال سايد ان في اثناء ما هي كانت لسه فيتس انترا يوتراين في اليوترس بتاع والدتها والدتها مثلا كان عندها اندروجين سكريتنج تيومر يعني كان بيطلع تستوستيرون وغيره من الاندروجينز مثلا عندها تيومر في الاوفري او تيومر في الادرينال جلاند فبالتالي بتطلع كميات كبيره جدا من الاندروجينز والاندروجينز دي كانت بتعدي للفيميل فيتس فبالتالي حصل لها فايراليزيشن او ان الام برضو كانت بتاخد ادويه او دراجز اندروجينيك فيها اندروجينز كتيره فبرضو كانت بتعدي ترانسبلانتري للفيتس الفيتس بتاعها فبالتالي برضه حصل لها فايراليزيشن للاكسترنال اورجنز زي طبعا السينثاتيك بروجستين طيب اخر حاجه ورابع واحده عندنا وهي الترو هيرمافروديتيزم يعني ايه ترو هيرمافروديتيزم
يعني انسان واحد individual واحد يكون عنده ovarian tissue وعنده testicular tissue في نفس الوقت، يعني عنده ovary وعنده testis في نفس الوقت. تمام، دي كده نوع مميزه لوحدها، وبرده هناخد كل واحد من الاربعه دول بالتفصيل. عندنا هنا اربع صور. اول صوره واحده خالص، انا حتى مش هبص الاول على المكتوب تحت، نحاول نستنتج باللي احنا شرحناه وقلناه دلوقتي حالا. الصوره الخارجيه ايه؟ ده اكيد في ميل طبعا، الشعر الطويل، الفيشل ابييرنس، الجسم، الفات ديستريبيوشن، البريستس، كل طبعا الاكسترنال جينيتاليا، كل ده عباره عن شكل في ميل. حتى شكلها من بره ما فيهوش اي مشكله خالص، يعني لو حد شافها وقال ان هي واحده طبيعيه هنصدقه، مش هنقول حاجه. الكشف الخارجي تمام، عندنا برضو عندنا اكسترنال اورجنز طبيعيه جدا، ما فيش اي مشكله. بس هنيجي بقى بالسبيكيولم عشان يفتح ويبص جوه، لقى ايه بقى؟ ده لقى بينس، لقى بينس، وما لقاش بينس بس كمان، ده لقى كمان تستس. فاذا اللي قدامنا ده هو مظهر خارجي كاذب ان هي في ميل، لكنها من جوه هي ميل، يبقى ده الميل سودو هيرمافروديتيزم اللي هو كان اكس واي في ميل اللي احنا شفناه، اللي هو كان عندنا كان عند رقم كام؟ كان عندنا رقم 2. طيب الصوره اللي جنبها على اليمين على طول عندنا ايه بالظبط؟ عندنا المظهر الخارجي ان هو نوعا ما ميل، تمام؟ احنا بس ايه، عندنا الاكسترنال جينيتاليا شكلها غريب شويه، بس احنا عندنا برضه فيشل هير، عندنا باين ان في ماسكولار ديفلوبمنت، وباين برضه ان ما فيش اي براس انلارجمنت نهائيا، فده يعتبر خارجيا شكله ميل، بس شكله غريب شويه. هنبص جوه هنلاقي ايه ده؟ ده احنا لاقيين ان هو عنده انترنال فيميل اورجنز، عندنا اهو باقي الفاجينا اللي هو الابر 3 5 تمام، عندنا في يوترس، وعندنا في برضو السيرفكس جزء منه، لكنهم نوعا ما يعتبروا هايبوبلاستيك او انهم مش كاملين النمو. وفي الاكسترنال اورجن عندنا يعني زي ما يكون كده مايكرو بينس، اللي هو نسخه مصغره من البينس بسبب ان هو في مشكله في الهرمونز. فاللي قدامنا ده يعتبر ايه؟ ده مظهر خارجي ان هو ميل، لكنه داخليا في ميل، فده يعتبر الفيميل سودو هيرمافروديتيزم اللي هو كان عندنا رقم 3. طيب بعد كده بنزول الصوره اللي تحت دي، عندنا صوره الميل وصوره الفيميل تمام. خارجيا مفيش مشكله، اي نعم في مشكله في الاكسترنال سكشوال اورجن، برضو شكله امبيجوس شويه، بس خارجيا مفيش مشاكل تمام. الميل شعره قصير، التشست بتاعه طبيعي، الفيميل شعرها طويل، عندها الفات ديفيجن في منطقه البلفس، وعندها البريس في انلارجمنت. هنيجي بقى نبص انترنلي على الاثنين، هنلاقي ايه؟ هنلاقي عندهم الاثنين جونادز، هنلاقي عندهم تستس وهنلاقي عندهم اوفريز في نفس الوقت تمام. والناحيه الثانيه برضو هنلاقي الست عندها اوفريز وعندها تحت تستس. فدول النوع الاخير اللي هو كان اسمه الترو هيرمافروديتيزم، ان انديفيديوال واحد سواء ميل او سواء فيميل يكون عنده الاثنين تايبس اوف الجونادز اللي هم الاوفريان تيشو والتستيكولار تيشو. بالصوره الاخيره اللي عندنا خالص دي، دي صوره يعني ظاهريا الى فيميل نسبيا، وبرضو عندها الاكسترنال جينيتاليا بتاعها، لكن هنبص جوه هنلاقي هايبوبلاستيك اورجنز، يعني هنلاقي اورجنز مش كامله النمو، في عندنا اليوترس مش كامل النمو، الاوفرز برضو شكلها غريب شويه. ده اللي هو ايه، هنعرف ان ده التيرنر سيندروم اللي هو الفيميل اكس او الفيميل اكس او، وهنعرف برضو المشاكل اللي هتطلع دي هتطلع بشكل عامل ازاي، وايه هي الكاركترستكس بتاعتها. عندنا هنا برضو ازاي حصل بدا المشكله بتاعت السايكس كروموزوم ابنورماليتيز دي، بدات ازاي المشاكل اساسا. خلينا نعرف الاول الشكل الطبيعي للكروموزوم ديفرنشيشن، وبعد كده نعرف الانوماليز حصلت ازاي. اول حاجه خالص عندنا ان الموضوع كله بيبدا بفيرتلايزيشن، اوفم من الماترنال سايد وسبرماتوزون من الميل سايد. بيبداوا طبعا ده الكلام ده جوه الريسبكتيف سايدز، يعني ده الاوفم جوه الفيميل لسه، وده السبرماتوزون جوه الميل. بتبدا ان كل واحده فيهم عندهم 44 اوتوزومز و2 سكس كروموزومز، وبعد كده بيحصل طبعا مايوسس، بتنقسم ال 44 اوتوزومز الى 22 و22 وال2 سكس كروموزومز على اثنين برضو، واحد اكس هنا وواحد اكس هنا. والميلز في الناحيه الثانيه بيكون 44 اوتوزومز و2 سكس كروموزومز، بس بيكونوا اكس وواي، بينقسموا الى 22 اكس و22 واي. وبعد كده يحصل فيترايزيشن اللي المفروض هينتج عنه نورمالي ان يبقى التشايلد هيكون فيميل اكس اكس،
او يكون ميل اكس واي. وطبعا هيكون في وقتها 46 مقسمين الى 44 اوتوزومال و 2 كروموزومز, والناحيه الثانيه برضو زيهم 44 اوتوزومز و 2 سكس كروموزومز. طبعا الفيميل هتكون اكس اكس والميل هيكون اكس واي. ده النورمال. ايه بقى الاب نورمال اللي نتج عنه الثلاث مشاكل الكروموزومر اللي هم الكلاين فلترز والتريبل اكس والتورنر سيندروم؟ ادي الاوفم لحد دلوقتي واحده كبيره فيها الاكس اكس, والسبرماتوزوم واحده كبيره فيها اكس واي. السبرماتوزوم مش هيحصل من عنده اي مشكله خالص, هيتقسم بالميوز عادي جدا. واحده هتاخد زي ما قلنا 22 واكس, واحده هتاخد 22 واي, مش اي مشكله نهائيه من ناحيه السبرمز. المشكله كلها في ناحيه الاوفم. بدل ما ينقسموا الى 22 اكس و22 اكس, لا هينقسموا عندنا الى 22 اكس اكس. واحده اوفم هتاخد الاثنين لوحدها انانيه طماعه, والثانيه زمرتها هيطلع بولا حاجه خالص الموضوع ده, ب 22 اوتوزومز فقط لا غير, ومفيش اصلا سكس كروموزوم. حاطين مكان بس او عشان نعرف ان هنا ما بقاش في اصلا ايه سكس كروموزوم. فبقى واحده فيها 10 اكس وواحده فيها ولا حاجه. طيب لما يحصل فيرتلايزيشن بقى من الناحيه دي, هيبقى ان النتائج اللي عندنا, عندنا اربع نتائج. ان يبقى الميل اكس مع الفيميل اكس اكس هيعمل لنا التريبل اكس اللي هو التريبل اكس سندروم, تمام, 3 اكس 1 2 3 وهيبقى 47. طبعا ان الاكس الميل تتاخد مع اللي هي الاو او ولا حاجه من الفيميل, فهتبقى طبعا اكس او اللي هو هيعمل لنا ال 45 تيرنر سندروم. والناحيه الثانيه بالنسبه للواي, ان الواي يروح مع الاكس اكس فهيعمل لنا الاكس اكس واي اللي هو هيبقى 47, لكن هيبقى اسمه كلاين فلتر سندروم. وان الواي تروح مع الاو وقتها هيعمل حاجه اسمها واي او. طب احنا قلنا في الاول ان احنا المنهج عندنا ثلاثه بس, عندنا التيرنرز وعندنا كلاين فلترز وعندنا التريبل اكس. طب فين بقى الواي او دي؟ ليه ما درسناهاش؟ ليه مش عندنا في المنهج ده؟ لانها نون فايبل. يعني لما يحصل فيرتلايزيشن بين واي بين واي كروموزوم جاي من السبرم وبين او من الفيميل اوفم, مش هينتج عنه فايبل فيتس من الاساس. الحمل ده مش هينفع ومش هيكمل, تمام, فبالتالي مش هيتولد, مش هيبقى فيها ابنوبلز من الاساس. انما المشكله ان الثلاث تانيين دول بيقدروا يتولدوا وبيعيشوا تمام بالانوماليز دي, فعشان كده احنا بندرس هو بندرس الواي او الواي او. بعد كده هنبدا بقى بالشرح التفصيلي لكل واحد من دول. عندنا التيرنر سيندروم الاول, التسميه دي كانت من عالم اسمه هنري تيرنر, وهو اللي اكتشف الانوماليز دي وسماها على اسمه. قلنا ان هو هيكون 45 اكس او, يعني في نقص الاكس كروموزوم واحد, وهيكون النقص ده جاي من الماتيرنال سايت, والاكس اللي عندها دي هتكون جايه من الباترنال سايد. وفي حاجه اسمها موزيك, هنعرف الموزيك ده عباره عن ايه, بس اختصار الموزيك ده ان هو يكون انسان واحد عنده اثنين, تمام, اثنين مش واحد, اثنين سيل لاينز وفيها ديفرنت جينوتايبس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يكون شخص عنده فلنفترض اللي هو هيكون عنده 45 اكس او, وعنده كمان نص التاني من جسمه في 46 اكس اكس او 46 اكس واي, يعني شايل اثنين سيل لاينز, كانه بني ادمين اثنين في بعض, مش بني ادم واحد, كانه اثنين في بعض. ودي هناخدها بالتفصيل في الصفحه الجايه مش دلوقتي, بس حبيت ادي رمز عنها عشان نبقى عارفين ايه الموزيك ده من بس كده من البدايه. طيب هنيجي نبص بقى عليه. طبعا في الاول ادي الكاريوتايب بتاعها, مفيش اي مشكله خالص في الكروموزومز نهائيا, كل واحده منهم فيها واحده من الماترنال سايد واحده من الباترنال سايد. بس هنيجي عند الاكس كروموزومز هنلاقي في واحده بس, واحده من الباترنال سايد والثانيه طبعا مش موجوده لانها ناقصه من الماترنال سايد. طيب احنا قلنا في الاول خالص في الامبريولوجي وفي الاناتومي برضو ان علشان الفيميل تكون اوفريز محتاجه يكون عندها اكس كروموزوم واحد, وعشان يكون عندها فانكشنال اوفريز محتاجه يكون عندها 2 اكس. دي عندها اكس واحده بس فهتعمل اوفريز, بس هتعمل نسخه نون فانكشنال اسمها ستريك دونتس, لكن هي عندها اوفرز لانها عندها اكس كروموزوم واحد وفي نفس الوقت ما عندهاش واي كروموزوم, فبالتالي مفيش اس ار واي جين ومفيش كل الكلام اللي انا قلته مره قبل كده بقى, التستوستيرون والريجريشن والكلام ده كله. بالنسبه للانترنال جينيتاليا هيبقى عندها ميلوريان داكس عادي جدا, لكن برضو زي ما هي حصل لها ان بقى عندها اوفرز تعتبر نون فانكشنال, هيبقى عندها برضو بقى الانترنال اورجنز عندها نسخه مصغره منها, عندها هايبوبلاستيك يوترس, يعني يوترس حجمه اصغر من الطبيعي, ونفس الكلام برضو ان التيوبز عندها هايبوبلاستيك. الاكسترنال جينيتاليا ما فيهاش اي مشكله خالص, هيبقى عندها نورمال فيميل اكسترنال جينيتاليا, مفيش اي مشكله خالص في النورمال اكسترنال جينيتاليا. المشكله عندها في السكند سيكشوال كاركترز, لان احنا قلنا ان الاوفرز اللي عندها هي نون فانكشنال, فبالتالي هي محرومه من الاستروجين اللي كان بيطلع من الاوفرز دي. لو الاستروجين اللي هو كان طبعا هيؤدي الى ظهور السكند سيكشوال كاركترستكس,
ففي غياب الاستروجين ده هتبقى عندها absent او في احسن الاحوال under developed female، هيبقى عندها شويه sexual characters قليله كده بس. طيب extra genital يعني في جسمها كله عندها ايه كمان؟ نقص الاكس كروموزوم ده يعني هيخليها تعاني من ايه كمان؟ هيخليها عندها short stature يعني هي قصيره طولها قصير، ويب نك ان هي رقبتها تكون يعني ما فيش تعتبر انجل بين الرقبه وبين الشولدر، كان اثنين لحمين في بعض كانهم اثنين جزء من بعض، يعني رقبه سميكه عن الطبيعي. وبيكون معاها كمان كاردياك ورينال انوماليز، مشاكل في الكلى ومشاكل في القلب، وهنشوفها برده بالتفصيل في الجدول اللي جاي. طيب دي برده الصوره عندنا هنا صوره حقيقيه ودياجرام، ان هي هتكون عندها بسبب نقص الاستروجين ان هي عندها مشاكل في السكند سيكشوال كاركترستكس كلهم، زي ان اللي عندها لو هير لاين، شعرها اطول من الطبيعي يعني، عندها الفولد اوف سكين في الرقبه او اللي هو زي ما قلنا عليه الويبد نك، ان الرقبه عندها سميكه جدا بالشكل ده ونازل على الشولدرز وقريبه جدا من الشولدرز، عندها مشاكل في الهار زي الكونستركشن اوف الاورتا ان الاورتا هتضيق، وعندها حاجه اسمها شيلد شيبد ثوركس، وده صوره للشيلد شيبد اللي هو ده الصوره ده تمام، ان منطقه الشست كلها تبقى عامله زي الدرع، بتبقى طالعه لقدام كده، بيبقى في بروتروجن للشست لقدام عامل كان طبعا زي كده زي الدروع الحربيه اللي كانوا بيستخدموها زمان. طيب في انوال ثانيه كتيره جدا زي طبعا بور بريست ديفلوبمنت بسبب ان هو في نقص استروجين، عندها البو ديفورميتي، في مشكله ان هي عندها كيوبيتس فالجس يعني الانجل ما بين الفور ارم والالبو وما بين البادي زايد عن الطبيعي، فالدراع زي ما يكون طالع لبره، وكنا خدنا حاجه زي كده في راوند العظام السنه اللي فاتت. عندها رودمنتري اوفر زي ما قلنا اللي هي سميناها 3 جونادز بسبب ان هي عندها اكس كروموزوم واحد بس مش اثنين، ما عندهاش طبعا منستريشن بسبب ان الاوفرز نون فانكشن ما بيشتغلوش. عندها شورتد ميتاكاربال فور يعني الصبع الرابع عندها في الميتاكاربال بون قصيره عن الطبيعي، شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده. ادي عندنا هتلاقي الثامب ما فيهوش مشكله، الاندكس نفس الكلام، الميدل والليتل فينجر ما فيهمش اي مشكله خالص، ونيجي بقى عند الرينج فينجر هنلاقيه قصير بالشكل ده. طبعا المفروض ان الرينج فينجر طوله قريب جدا من الاندكس، المفروض يعني الاندكس ممكن يكون اطول سنه حاجه بسيطه، لكن الاثنين قريبين جدا من طول بعض. طبعا الفرق كبير جدا، عندنا هنا الرينج فينجر قصير جدا يكاد يقارب الليتل فينجر في الطول، ده بسبب ان الميتاكاربال بون الفورث ميتاكاربال هي اقصر كتير جدا من الطبيعي اللي هي طبعا مكانها هنا وبالشكل ده، بقى واضح جدا طبعا الفارق بين هنا وبين هنا. وان يكون عندها سمول فينجر نيلز، عندها ضوافر صغيره حجما، وعندها براون سبوتس في جسمها كله مسمينها نيفاي. والصوره طبعا هنا على اليمين في برضه نفس الحاجات اللي متقاربه، عندنا بور كريست ديفلوبمنت، وايد سبيس نيبلز، عندنا هول كيوبيتس فالجس، القلب بعيد جدا على الميد لاين، عندها برضه اللو هير لاين قصير جدا، ووارد جدا يكون عندها انترنال انوماليز سواء في الهارت او سواء في الكيدنس. طيب ايه بقى الايتيولوجي اللي عمل كل الكلام ده؟ ان هو نون ديجنكشن حصل ما بين الميوسس في سكس كروموزومز، ان هم زي ما شفنا فوق خالص ان هو بدل ما اسمه الى اكس اكس اسمه واحده الى اكس اكس وواحده او، ونصيبنا وقع مع الاو فبقت واحده اكس من الماترنال سايد ولا حاجه من الماترنال سايد. تمام السنجل اكس كروموزوم، ودي غلطه هنا في الكتاب، المفروض يبقى باترنال اوريجن، هي مش باترنال اوريجن خالص. تمام السنجل اكس كروموزوم اللي عندها ده جاي باترنال اوريجن، هي من الماترنال سايد ما خدتش حاجه خالص غير الاوتوزومز يعتبر. طبعا الكروموزوم الواحد بس قلنا مش كفايه ان هو يبقى عندنا فانكشن اوفري، هيبقى عندها اوفرز اللي هي الستري جونز لكنها ما بتشتغلش نون فانكشن. تمام بعد كده عندنا بقى البرزنتيشن او الاعراض على مستوى كل مرحله عمريه هتمر بيها. النيونيتال بيريد معظم الفيتسز اللي بيبقى عندهم تيرنر سندروم اساسا بيحصل لهم ابورشن، يعني نسبه ضئيله منهم بتقدر تتولد وتعيش، معظمهم اساسا بيحصل لهم ابورشن. بيبقى معاهم انترا يوتراين جروث ريستريكشن يعني بيقياس الويت انترا يوتراين، بنلاحظ ان هو الويت بتاع الفيتس يعتبر مش ماشي مع عمره، ان هو اقل من ال 10 برسنتايل بتاعته بسبب طبعا المشاكل اللي هي في نقص الكروموزومز والكلام ده كله. بعد البيرث بقى بيتولد بقى التشايلد الفيميل تشايلد دي بتكون عندها ايه؟ بتكون عندها ليمف اديما. تمام ليمف اديما يعني في عندها ليمفاتيك اوبستراكشن في اي ليفل من الليمفاسز عموما يعني، فعمل لها فلويد اكوميليشن في الليمفس وفي جسمها كله، فجسمها كله بقى فيه نوع من انواع الاديما بسبب الليمفاتيك اوبستراكشن.
تاني حاجة عندنا سيستيك هايجروما اللي هو عبارة عن فلويد فيلد ساك، بيبقى مكون في ظهر الرقبة كده، وهو ده صورته تمام، موجود عندنا بهذا الشكل. وتالت قانون اللي شفناها اللي هي عبارة عن الشيلد شيب تشست، ان هو منطقة التشست تكون عاملة زي الشيلد، وشفناها بهذا الشكل وبتبان أكتر كمان في الجنب، لكن برضه قدام باينة برضه إن في مشكلة في الكونتور بتاع التشست. وعندنا كاردياك بروبلم شفناها برضه في الورقة اللي فاتت، إن هي عندنا كوركتيشن اوف الاورتا، او ان عندنا يعتبر كونستريكشن اوف الاورتا، الاورتا عاديه من الطبيعي، وان يكون عندنا رينال بروبلمز، مشاكل في الكيدنيز، وعندنا مشكله اسمها هورس شو شيب كيدني، ان الاثنين كيدنيز يلحموا في بعض يعملوا لنا الشكل ده تمام. المفروض عندنا رايت كيدني وعندنا ليفت كيدني، لا الاثنين لحموا في بعض بقوا يعتبروا ستراكشر واحد، فعملوا لنا هورس شو شيب كيدني، الكيدني اللي هي شبه حلوه الحصان، حلوه الحصان اللي هو بيتحط في الحصان عند الخافر بتاعه من تحت، نفس الشكل برضه حرف يو ده. هيكبر هتكبر شويه عند المستوى البيوبرتي طبعا، بما ان عندها اوريدمنتري اوفرز نون فانكشن، فهتعاني من لاك اوف المينسترال سايكل، يعني عندها برايمري امينوريا، عندها نقص في الاستروجين، فبالتالي عندها ابسنت سكندري سيكشوال كاركترستكس، عندها شورت ستيتشر طولها قصير، عندها وايد سبيس نيبلز نتيجه ان اللي عندها بور بريست ديفلوبمنتس، فالنيبلز بعاد عن بعض، عندها ويبد ناك زي ما شفنا كده، الرقبه عندها سمكها عالي، كيوتس فالجز اللي هي زاويه الانجل ما بين القلب وما بين البادي، عندها شورت فورث متكاربل، وشفنا الرينج فينجر بقى طوله قصير ازاي مقارنه بباقي الصوابع، عندها حاجه اسمها مايكروناثيا، ان هو عباره عن ان اللور جو تمام اللي هو الفك السفلي اظهر من الطبيعي، هيبقى شكله عامل ازاي؟ بهذا الشكل. عندها ثلاث صور لثلاث اشخاص، المايكروناثيا ان هو عندنا اللور جو الفك السفلي قصير عن الطبيعي اظهر من الطبيعي، فباين بالشكل ده، باين طبعا ان الشين ريجريست بقى يعني رجع ورا قوي، فالفيس كله شكله من الجنب والقدام برضه بيكون شكله غريب جدا. وعندنا هارت انوماليز ورينال انوماليز زي ما شفنا كده برضه بتكون مكمله معاها لحد البيوبرتي. في الادلت لايف بتكون معرضه ان يحصل لها شويه مشاكل زياده زي الاوتو ايمين ديس اوردرز، مشاكل في المناعه زي الهاشيموتو ثايرويدتس، ان هو عباره عن ان الجسم الايميون سيستم بيهاجم الثايرويد سيلز بتاعته، فطبعا لما يهاجم الثايرويد سيلز الثايرويد جلاند هيحصل لها مشاكل، فبالتالي هيحصل هايبوثايرويدزم في الجسم كله. تاني حاجة عندنا ادسونز ديزيز اللي هو عبارة عن ادرينال انسفشنسي، يعني الادرينال كورتكس ما بتطلعش الهرمونز اللي هي المفروض تعملها، اللي هي طبعا عبارة عن اندروجين هرمونز، وطبعا هيأثر برضو على الجسم كله، ان هي تكون تعاني من هايبرتنشن، بتعاني من دايابيتس، بتعاني من ثايرويد بروبلمز، وتعاني من كولون كانسر، كانسر في الكولون، وعندنا اوستيوبروزز طبعا نتيجة نقص الاستروجين، ان هيحصل مشكلة ما بين البون ريزوربشن وبين الديبوزيشن، مفيش تناسق بين الاثنين، فهيحصل اوستيوبوروزس هشاشه في العظم. هنقارن دلوقتي التورنر سندروم دي بسندروم ثانيه شبهها شويه لكنها مختلفه عنها، اسمها ماير روكتانسكي سندروم، او ممكن نسميها حاجه اسمها موليريان اجينيسيس. دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها ان هي ما عندهاش يوترس ولا عندها فاجينا لكنها عندها اوفريس تمام؟ هي طبعا في الحاله دي هتكون انفرتايل، ما عندهاش يوترس ولا عندها فاجينا، ازاي هتخلف؟ لكن عندها اوفريس، فعندها اوفريس دي مجرد تبان ان هي جمله واحده لكنها في الواقع مزاياها يعني لا نهائيه زي ما بيقولوا كده. عندها اوفرز يعني عندها استروجين، وعندها استروجين يعني عندها كل حاجه، عندها سكند سيكشوال كاركترستكس، مش هتعاني من كل الانوماليز دي واهمهم طبعا اوستيوبروسس. فدي الفرق بينها وبين التيرنر سندروم، ان بالرغم ان هي برده يعني عندها يوترس هايبوبلاستيك او عندها يوترس ابسنت زي ما قلنا، الا ان عندها نورمال بريست ديفلوبمنت اللي هي طبعا نتيجه ان هي عندها اوفرز فانكشنال، فبالتالي عندها استروجين، فحصل ديفلوبمنت البريست بتاعها بسبب ان هي عندها نورمال اوفرز زي ما قلنا، وبسبب ان هي عندها نورمال استروجين برودكشن، على عكس التيرنرز اللي هي عندها ستري جونادز بسبب ان هي كان عندها اكس كروموزوم واحد بس. نرجع تاني لمصطلح الموزايكيزم او الموزايك، نشوف بقى ده معناه ايه. ده معناه ميكست جونادال ديجينيسيس، بمعنى ان هو الشخص الانديفيدو الواحد بدل ما عنده سيل لاين واحد ان هو يكون عنده مثلا 46XX او 46XY، لا هو عنده اثنين، عنده اثنين، يعني زي في حاله التيرنر سندروم احنا هيكون عندنا في الاساس طبعا بين التيرنر سندروم عنده 46 45XO، ده اساسي، لا مش بس عندها 45XO، نصها الثاني 46XX، فهي حرفيا ما بتقسمها نصين، نص سليم ونص مش سليم، فالنص السليم ده هيكون فيه فانكشنال اوفري، وده بالمناسبه هيبقى نعمه كبيره جدا، هو نعمه ونكبه في نفس الوقت، لان احنا هنعرف ان الموزايكيزم ده ان يكون شخص واحد عنده اثنين سيل لاينز
فكرة انك السلز عندك ليها نوعين ده يزود جدا نسبة السلر الميوتيشن اللي يحصل ميوتيشنز وانوماليس على مستوى السلز وبالذات اثناء الديفرنشيشن وده طبعا ممكن يؤدي الى مشاكل كبيرة جدا اهمهم طبعا ان يحصل تيومرز كتيرة جدا وده مكتوب في السلز اللي تحت بالمناسبة ان هو ممكن يحصل نيوبليجيا زي الديزومينوما اللي هو يعتبر عبارة عن جيرم سيل تيومرز او البرانبلاستوما يعني تيومر في الجونادز وده بيظهر طبعا في اللايف ما كبر السن يعني في 20-30% من الحالات فعشان كده قلت هو نعمه ونقمه طب ده نقمه عشان كده عشان وجود 2 سيلر لاينز هيزود نسبه حصول ميوتيشنز وبالتالي يحصل تيومرز ونيوبلاسمز طب فين بقى النعمه في الموضوع النعمه ان هي بقت بدل ما هي كلها على بعضها 45 اكس او لا بقى عندها ناحيه ثانيه 46 اكس اكس فبقى عندها فانكشنال اوفري في ناحيه وستريك جونات في الناحيه الثانيه طب احنا هنستفاد بقى من ايه هنستفاد من وجود الفانكشن اوفري دي ان الفانكشنال اوفر دي هتنتج استروجين حتى لو طبعا ان 2 اوفرز احسن من اوفري واحده وان اكيد كفايتهم اعلى ان والا ان وجود اوفري في ناحيه واحده ده هيكفيها لحد ما فبالتالي هيحصل لها اوفيريشن وهيحصل لها منستريشن تمام وهيبتدي كمان يظهر لها السكند سيكشوال كاركترستكس لكن اكيد طبعا وجود التيرن سيندروم في الجسم هيساعد برضو ان هيظهر الانوماليز الثانيه زي باقي الانوماليز اللي هي ملهاش دعوه بالسكند سيكشوال كاركترستكس زي طبعا البراون سبوتس وزي الناك وزي الانوماليز اللي هي في الهارت وفي الكيدنز الامور دي برضه هيفضل موجوده في الحاله دي. طيب في بقى وضع اسوء من انها تكون 45 اكس او بس ان هي تكون 45 اكس او والنص الثاني بقى اسوء ما يكون 46 اكس واي يبقى كده بقت هي نصها في ميل تيرنرز ونصها الثاني بقى ميل طبيعي فبقى معنى كده ان في ناحيه فيها ستريك جولد والناحيه الثانيه فيها ايه المفاجاه بقى فيها تستس في الناحيه الثانيه. دي طبعا مشكله كبيره جدا. طب نتعامل ازاي مع حاله التيرنر سيندروم؟ في الاول خالص احنا معظم الحالات اللي هنتعامل معاها النهارده هنتعامل معاها مبدا الهرمون ريبليسمنت ثيرابي، يعني هنعوضهم عن نقص الهرمونز اللي عندهم. بس في قاعده مهمه جدا جدا في الاول. احنا في الاساس عندنا الفيميل الطبيعيه يبقى عندها يوترس وعندها اندوميتريال لير. الاندوميتريال لير دي مع زياده مستوى الاستروجين في الجسم لو زاد مستواها فوق الطبيعي لفتره كبيره ممكن يحصل عندنا مشكله في الاندوميتريال لير دي ان يحصل لها كارسينوما فيها يبقى عندنا اندوميتريال كارسينوما ودي بنخاف عليها بنخاف منها جدا كمشكله بالذات لما نيجي نعالج بالاستروجين تمام ما ينفعش ندي استروجين كده لواحده عندها يوترس فيه اندوميتريوم لان لما لو ادينا استروجين كده انا وبوز يشتغل مع نفسه هيزيد جدا فبالتالي يزود نسبه الاصابه بالاندوميتريال كارسينوما يدخلنا في مشكله ثانيه خالص احنا في غنى عنها. طب عشان تحل الازمه دي ايه؟ يعني ست عندها يوترس واحنا عايزين ندي لها استروجين هنعمل ايه؟ لازم هنديها استروجين بس وقتها بقى مش هندي استروجين لوحده، هندي وقتها استروجين وبروجسترون تمام؟ الاثنين دول هنديهم مع بعض بحيث ان احنا نضمن ان احنا صلحنا مشكله نقص الاستروجين وفي نفس الوقت ما نزلوش الاستروجين يشتغل مع نفسه كده انا وبوز فما زودناش نسبه الاصابه بالاندوميتريال كارسينوما. فبنسال نفسنا سؤال مهم جدا في الاول، هل الحاله اللي هنديها هرمون الريبليسمنت ثيرابي دي الحاله اللي هنديها استروجين دي اللي هي الحاله دي هل هي تعتبر عندها يوترس ولا ما عندهاش يوترس؟ لو اللي جاب بانها عندها يوترس يبقى هنديها استروجين وبروجسترون مع بعض عشان احنا خايفين يحصل لها اندوميتريال كارسينوم انها عندها يوترس. اما لو اتضح ان هي ما عندهاش يوترس لو وقتها اعمل اللي انت عايزه ادي استروجين لوحده من غير بروجسترون ولا حاجه مفيش اي مشكله هي ما عندهاش يوترس فبالتالي هي مش هيحصل لها اندوميتريال كارسينوما وده لا يمنع ان الاستروجين ثيرابي لان احنا هندرسها بالتفصيل بعد كده في درس لوحدها ان العلاج اللي بالاستروجين ده بيكون له مشاكل ثانيه زي ان ممكن مثلا يعمل كانسر في البريست تمام ودي مشكله بعيده خالص عن موضوع اليوترس بس احنا دلوقتي خوفنا كله على اليوترس اذا كان موجود بندي استروجين وبروجسترون واذا كان مش موجود بندي استروجين لوحده مفيش اي مشكله. فاحنا عندنا في الحاله اللي عندنا هنا التيرنر سيندروم احنا كنا قلنا ايه؟ قلنا ان دي فيميل اكس او مشكلتها الوحيده بس ان هي عندها ايه؟ ستريك جونادز او نون فانكشنال اوفرز لكن في نفس الوقت هي عندها يوترس حتى لو صنفناه ان هو حجمه مش طبيعي وان هو هايبوبلاستيك الا ان هو يعتبر يوترس ويعتبر عنده اندوميتريال لاير فلو ادينا استروجين بس هيحصل ممكن اندوميتريال كارسينوما فبالتالي الحاله هنا عندها يوترس هنديها ايه؟ استروجين وبروجسترون الاثنين مع بعض بسبب وجود اليوترس. زي ما عندنا بقى في ميل تيرنر عندنا كمان نسخه ثانيه في الميل اسمها ميل تيرنر او اسمها نونان سيندروم ده الكروموزوم بتاعته عباره عن 46 اكس واي ده كده يعني وضعه ايه ده كده عنده 46 واكس واي مش مشكله خالص
الا انه برضو بسبب انه عنده مشكله في سيفرال جينز غير الكروموزومال، يعني مالوش دعوه مش هنا كروموزومال انا ما دي عكس التيرمز اللي كانت مشكلتنا كلها بسبب ان هي عندها اكس كروموزوم واحد، لا هنا هو عنده اكس واي بس عنده مشاكل في جينز اخرى. تمام، هيحصل عندنا ايه؟ هيحصل برضو حاجات مشابهه ان هو هيبقى عنده ستري جونز، تمام، اللي هي في حالته هتكون تيستس بول لكنها ستري جونز يعني برضو نون فانكشنال تيستس، وهيكون عنده مشاكل تانية مختلفة شوية عن التيرنر سندروم، ان هو هيكون عنده منتال ريتارديشن، عنده مشكلة في عنده انتلكشوال ديسابيلتي، يعني عنده حاجات شبه الفيميل ما بين بقى الشورت ستيتشر ما بين بقى البراون سبوتس اللي في الجسم كله، التشست نفسه اللي هو هيبقى شكله شبه عامل زي الشيلد، مشاكل الكاردياك ورينال انوماليز والكلام ده كله، وان هيكون عنده الكاردياك ليجن. احنا كان عندنا في التورس سندروم كان عندنا كواركتيشن او عندنا يعتبر كونستريكشن اوف الاورتا، هنا هيكون عندنا مشكله ثانيه خالص اللي هي بالمونري ستينوسس، بس برضو عندنا كاردياك ليجن يعني الاساس موجود، هو بس التفاصيل هي بس اللي مختلفه شويه عن التورس سندروم. وده برضو صوره للنونان سندروم اللي هو في الميل، عنده برضو السبوتس اللي هي البراون سبوتس اللي في الجسم كله زي التورس سندروم اللي كان اسمها نيفاي، عنده سوين فيت نتيجة برضو اللي حصل اللي هو الليمفوديما اللي حصل زي اللي كان موجود عندنا في التيرنز بالظبط، ان حصل اوبستراكشن للليمفاتيك فيسلز فحصل فلويد اكوميليشن سبكيتينس فعمل اديما في الفيت وفي باقي برضو الليمس. عنده ويسبي هير او ان هو عنده فاين هير يعني شعر كده خفيف ورفيع جدا وكميته مش كبيره، وعنده ثيكلي هود ايز او ان الجفون نفسها الايلدز نفسها سميكه فالعيون مش باينه بشكل كامل كانها ايه كانها متغطيه بهوديه او متغطيه بجراب او بغطاء. كده احنا خلصنا التيرنر سندروم، نخش على الكلاين فلتر سندروم. قلنا ان هي هتبقى عباره عن 47XXY ان ده عنده واي كروموزوم فبالتالي هيكون عنده اس ار واي جين فبالتالي عنده جونز زي عنده تستس، لكن التستس اللي عنده هي سمول بسبب ان في حرب قائمه بين الاكس اكس اللي هم يعتبروا فيميل وبين الواي اللي هي لوحدها قصادهم فالتست، فهو قدر ان هو يعمل تستس لكن التستس عندنا هنا حصل لها دامج للسيلز بتاعتها فبالتالي هي اصبحت سمول تستس يعني حجمها اصغر من الطبيعي، فبالتالي برضه نستنتج ان الفانكشن بتاعتها هتكون ايه ضعيفه جدا. فالانترنال جينيتاليا الواي كروموزوم اشتغل عمل موديليان انهبيشن فعمل لنا انترنال جينيتاليا ميل ما فيهاش اي مشكله خالص. الاكسترنال هايبوبلاستيك يعني هو قدر يعمل برضه ميل لكنها حجمها اصغر من الطبيعي يعني البينس حجمه اصغر من الطبيعي والسكروتوم كذلك والتستس برضه كذلك. بالنسبه للسيجنال سيكشوال كاركترز احنا عندنا مشكله ان هو التستس سمول فبالتالي الفانكشن بتاعتها مش تمام، وهنعرف ان في نقص تستوستيرون نقص في ليفل التستوستيرون فبالتالي السكشوال كاركترز هتكون اندر فيرلايزد ميل يعني ميل ما عندوش كل السكشوال كاركترز اللي حطيت بعض بل بالعكس عنده شويه فيمنايزيشن كمان. طب شكله عامل ازاي؟ زي اللي في الصوره كده طول ستيتشر ما شاء الله طويل لكنه عنده فيمناين فات ديستريبيوشن، حتى احنا لو عملنا زوم على الصوره هنا هنلاحظ ان الفات متجمع في منطقه البلفس كانه في ميل بالظبط في المنطقه دي. عنده جاينيكوماستيا عنده التثدي تمام بسبب ان احنا هنعرف ان هو عنده زياده في مستوى الاستروجين في الجسم وده هيعمل له الجاينيكوماستيا وده هيزود له برضه نسبه الاصابه بالكانسر اوف بريست، واه عادي جدا على فكره الكانسر اوف بريست ممكن يحصل في الميلز مش في الفيميلز بس طبعا بالنسبه له بتبقى اكتر بكتير جدا في الفيميلز بسبب مستوى الاستروجين. سايكولوجيكال ابنورمال بسبب تداخل الهرمونات في بعضها البعض ده غير برضو المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب ان هو شكله كله مع بعضه يعني. وهايبوجوناديزم يعني عندنا الجونادز عندنا تعتبر مش كامله النمو هايبوبلاستيك فبالتالي الفانكشن بتاعتها مش كامله. طيب هو نتيجه ايه؟ زي ما كان عندنا برضو الجنكشن ان هو ادانا صفر اكس كروموزومز من الماترنال سايت في التيرنال سندروم نتج عندنا ان احنا عندنا اكس كروموزوم واحد بس باترنال من الباترنال سايت، هنا عندنا بقى احنا هنا اخذنا الناحيه الثانيه اللي هي فيها الاثنين اكس، المره اللي فاتت كنا اخذنا الناحيه اللي خدت شغله خالص، دلوقتي الواي كروموزوم راح للناحيه اللي هي واحده الاثنين اكس كروموزومز. فاحنا بدانا حصل فيلترايزيشن من الواي من السبرم شغل الواي كروموزوم لا الاوفر اللي هي الاب نورمال اللي هي فيها 2 اكس كروموزومز فنتج عندنا ميل عنده كلاين فلتر سندروم اللي هو الاكس اكس 47.
حصل ايه؟ حصل ان تضارب الهرمونز ما بين وجود 2 اكس كروموزومز وبين وجود واي كروموزوم حصل دامج لل السيمينيفروس تيبيولز واللايدك سيلز اللي هم سيلز طبعا جايين من التستس. فبالتالي حصل ان التستس عندنا بقت سمول وفورم بقت اصغر حجمها اصغر من الطبيعي والسيمينيفروس تيبيولز اللي حصل لها دامج دي برده على جنب بقت فانكشنلس. فاحنا نتج عندنا هنا كريبتوركيزم اللي هو عباره عن ان التستس لسه موجوده في الابدومن. فبالتالي عندنا مشكلتين، المشكله رقم واحد ان هي ما بتد... ان هي انفرتايل ان السبرم مش قادر يستحمل درجه حراره في الجسم العالية جوه الابدومن محتاج ينزل السكروتم الاول. وتاني حاجه ان هو اساسا بقى عندنا درجه الحراره عاليه جدا على التستس نفسها فده بيزود نسبه ان هو يحصل كارسينوما في المكان ده. وان يحصل طبعا ستريس زي ما قلنا بسبب ان السبرم مش مستحمله درجه حراره الجسم العاليه دي. وبسبب طبعا ايه ان التستس اصغر من الطبيعي فالفانكشن بتاعتها مش كامله وفي نفس الوقت عندنا فانكشنلس سيمينيفروس تيبيولز فده ميل انفرتايل تمام. في نفس الوقت مع وجود التستس الصغيره والدامج اللي حصل للايدك سيلز هيبقى عندنا تستوستيرون ليفلز اقل من الطبيعي وده نتج عنه الاندر فيرلايزد اكسترنوجنتال هايبوبلاستيك زي ما شفنا فوق. وده غير نقص السجن سيكشوال كاركترستكس. ده غير برضو ان مع ان التستوستيرون ليفلز قلت معنى كده ان النيجاتيف فيدباك انهيبيشن اللي كان موجود على الفوليكل ستيمولينج هرمون وتوازن الهرمون بسبب طبعا ان كان بيحصل ان التستوستيرون كان بيحصل له اروماتيزيشن الى استروجين فده هينتج عنه ان الفوليكل انت هيحصل ايه بقى السايكلز دي هتشتغل بقى يعني هتزيد عندنا الفوليكل ستيمولينج هرمون هيزود اللايدك سيل ستيموليشن اللي هو هينتج لنا حاجه اسمها اندروستانديون اللي هو في الاخر هيتحول نهائيا يعني الفاينل برودكت عندنا الى الاستروجين وده بقى اللي هيعمل له التول ستيتشر التول ليمبس اللي هو اللينث بتاع الارمز واللينز هيزيد جدا زي ما احنا شايفين في الصوره الدراعات والرجلين طويله جدا بالنسبه للجسم هيبقى عندنا جينيكوماستيا التفاعل اللي هيحصل بسبب زياده الاستروجين ده غير طبعا ايه الفات ديستريبيوشن اللي هو في منطقه البلفز اللي هو يعتبر في الناين كل ده بسبب الاستروجين اللي زاد نتيجه ان طبعا نسبه التستوستيرون اللي هو زودها بالسايكل دي كلها. ده كده بالنسبه للكلاين فلتر سندروم. بالنسبه للتريبل اكس سندروم اللي هو الفورد 7 اكس 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 ممكن يظهر لنا في الاول ان دي مش بس فيميل عاديه دي سوبر فيميل وده كانت تثبتها كده فعلا زمان ان هو طب ايه مشكلتها؟ دي المفروض كده هتبقى فورد 6 اكس اكس ربنا نزعها باكس كروموزوم ثالث كمان ده المفروض بقى تبقى ايه بقى تبقى الالتيميت فيميل تبقى الفيميل اللي هي المسلمه ما فيهاش غلطه لكن الواقع ان ده مش صح. ممكن طبعا حالات تريبل اكس ما يبقاش عندها مشاكل تمام؟ يعني يبقى ما عندهمش مشاكل خالص يبقوا نورمال وان هم يبقوا فيرتايل ده بالعكس بتكون الماجوريتي منهم ان هو يكون ما فيهمش مشاكل خالص. لكن النسبه اللي هيبقى عندها مشاكل هيبقى عندها مشاكل كبيره هيبقى عندها مشاكل زي ايه؟ اوليجومينوريا يعني نقص في المنسترال سايكلز بتحصل كل فين وفين ممكن تظهر ان هي توصلها ان هي مرحله الانفرتيليتي تمام ما بتخلفش. ان في جنرال تراكت هايبوبليجيا ان في ان حجم الجنرال تراكت يبقى اصغر من الطبيعي ونمو مش كامل وكمان يبقى بريماتشور منوبوز يعني هي المفروض توصل لسن المنوبوز عند 50 سنه ده الطبيعي لا هي هتوصل قبل السن بكتير ممكن مثلا في الاربعينات ممكن في الثلاثينات. ده غير طبعا مشكله كبيره جدا اللي هو اللو انتليجنس برضه انتلكشوال ديسابيلتي مشكله كبيره جدا. فطبعا لما لقوا ان ممكن مع التريبل اكس يحصل مشاكل زي كده قال لك يا عم ده لا سوبر فيميل ولا الكلام ده خالص قال لك اضحي الكلام ده دي فيميل عندها دي فيميل ممكن تكون يوم حظها يبقى حلو تبقى فيميل طبيعيه زيها زي اي فيميل بل ممكن كمان يبقى عندها كل المشاكل دي فهي طبعا لا سوبر فيميل ولا حاجه. ده كده بالنسبه للتريبل اكس سندروم. هنخش بقى على اول نوع من السود هرمافروديتيزم اللي هو الميل سايد واتكلمنا ان هو هيكون 46XY واتكلمنا ان ده ميل داخليا لكن ظاهريا هو في ميل وشكله ما فيهوش غلطه من بره تبص هتقول ده في ميل 100%. فهو ده عباره اللي اسمه الثاني بيكون تستيكولار فيمينيزيشن سندروم او المورس سندروم اللي هو اتكلمنا عليه ان هو بيكون ممكن بسبب كومبليت انسنسيتيفيتي من الاندروجين ريسبتورز للداي هيدروستستر اللي احنا شفناه في السايكل في اول جرعه خالص. فده الجينوتايب عندنا في 46XY مفيش مشكله على مستوى الكروموزومز نهائيا. الجونادز هتكون عباره عن ايه؟ هيكون تستس لان هو عنده واي كروموزوم في الاس اي واي جين هيكون عنده تستس لكنها هتكون اندسندد تستس وده يرجعنا لنفس مشكله الكلاين فلترز ان دي تستس موجوده في الابدومن تستس مش قادر تستحمل درجه الحراره عاديه هتعمل لنا مشكلتين السبيرم مش هتقدر تستحمل فبالتالي انفرتايل
والمشكله الثانيه والاهم انه ممكن يحصل كارسينوما بسبب درجه الحراره عاليه جدا دي. طيب الانترنال جينيتاليا هتكون ميل بسبب الواي كروموزوم اللي عمل مولريان ريجريشن وعمل وولفيان بروجريشن. الاكسترنال جينيتاليا بقى ودي المفاجاه ان عنده اكسترنال فيميل اورجنز، تمام، عنده اكسترنال فيميل اورجنز، عنده فيميل فالفا، وعنده مجرد بس الجزء اللي اتكون بايه، الجزء اللي اتكون بالريجيتال ساينس، يعني عنده الاكسترنال اورجنز وعنده اللي هو يعتبر اللور 2/5 اوف الفاجينا فاجينا باوتش، لكن الجزء اللي مكمل بعد كده باقي الابر 3/5 بقى واليوترس والسيرفكس والفالوبيان تيوبز والاوفلز، الكلام ده كله طبعا ما اتكونش بسبب ان حصل مولريان ريجريشن اللي هو كان هيعمل الكلام ده كله. السكند سيكشوال كاركترز في ميل، منظره من بره في ميل، شفنا احنا حتى في الصوره الشعر الطويل، شفنا البريست، شفنا الفات ديستريبيوشن عامل ازاي في الجسم كله، فهو ظاهريا من بره 100% في ميل، في ميل طول اتراكتيف شكلها حلو زي اي بنت في الدنيا، نورمال بريست، البريست بتاعها في ديفلوبمنت زي اي في ميل برضو، وعندها سكانتي او بيبك او اكزيلري هير، تمام، الشعر ده موجود في منطقه السيمفلس بيوبس والاكزيلري موجود في الارم بيت، وعندها كمان سموث سكين يعني جلد ناعم يعني زيها زي اي بنت، تمام، في الدنيا من بره شكلها طبيعي مفيش اي مشكله، انها من جوه هو ميل. طب ده حصل نتيجه ايه؟ دلوقتي ده ميل اتكون اكس واي، الواي في الاس ار واي جين حول الجونز الى تستس، التستس اشتغلت هي اندسندد لكنها حجمها طبيعي فالفانكشن طبيعي، فاحنا عندنا تستوستيرون ليفلز نورمال نورمال طبيعيه في الميلز دي. طب المشكله جت منين؟ المشكله ان احنا عندنا ازمه في الاندروجين ريسبتورز اللي هي هتعمل لنا الميل سكندري سكشوال كاركترستكس، ان هي ما بتستجيبش بشكل كامل كومبليت انسنسيتيفيتي، فاحنا بتصنع من التستوستيرون الداي هايدروستيرون بال 5 الفا ريدكتيز، الا ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا ان الريسبتورز مش قادره تستجيب خالص الداي هايدروستيرون ده، ففي تستوستيرون ريزيستنس، فالميل سيكشوال كاركترز دو نوت ديفلوب مش هيظهروا، فهيبقى عنده زي ما قلنا كده السكانتي بيبك والاكزيلري هير اللي هم اصلا بيشتغلوا بالاندروجينز اللي هم اندروجين ديبندنت، وهنأكد برضو على المعلومه دي قدام لما ناخد دروس بعد كده ليها علاقه بالهرمون بشكل اكبر من كده. طيب التستوستيرون ليفلز دي اللي عماله تتكون اللي الجسم مش عارف يستغلها خالص، دي بقى هترد برضو في صدره تقتله، هتعمل له اسمه كبير جدا ان هيحصل بريفرال اروماتيزيشن للاندروجينز دي. الجسم دلوقتي شايف قدامه تستوستيرون عمال بيزيد وعمال بيتحول الى هيروستوستيرون، والجسم واقف عمال يتفرج اللي هو ايه يا جماعه لمين الدهير والتستوستيرون ده لمين رايح لمين، فاللي هو ما مش بيبصص كده على الهرمون ومش بيتعامل معاه خالص ولا كانه يخص ولا كانه بتاعه، فالجسم بقى هياخد التستوستيرون ده وان الجسم مش بيستغله خالص وهيعمل له حاجه اسمها اروماتيزيشن، ان هو هيحول الكيميكال فورم للاندروجين ده لا استروجين، فهو حول لنا الهرمون من هرمون ذكوري تستوستيرون الى هرمون نسائي الاستروجين، فبدل ما هو كمان كان هيعمل له المين سيكشوال سيكشوال كاركترز، لا ده ما اكتفاش بكده، ده هيعمل له كمان الفيميل سيكشوال كاركترز، فهيظهر عنده فيميل سيكشوال كاركترز ما بين بقى البراس ما بين الهير ما بين السكن ما بين الاكسترنال جينيتاليا الامور دي كلها، فهيكون البريست وهيكون الهايت طبعا هيزيد الاثنين. طب واصلا في حاجه عايز اوضحها بمناسبه الفيديو ده، يعني ان الدايهيروستوستيرون ده حاجه اسمها بوتنت اندروجين، ده ما ينفعش يتحول بالارماتيزيشن البريفرال لا استروجين خالص، يعني بيتحول لا استروجين هو لازم يكون التستوستيرون اللي هو البيور فورم ده اللي هو ممكن يتعمل له ارماتيزيشن، وده يعني نوعا ما يخليني احس ان الفيديو بتاعي ما ملوش لازمه، يعني مش عارف اقول ايه الصراحه، يعني انا قعدت بتاع ربع ساعه اعمل الايديتنج فيه وهو اصلا الفيديو كله على بعضه اصلا اخذ ربع ساعه، يعني انا ماشي نرجع تاني للموضوع ده المهم. يعني ده عاده برضه الكلام بتاعنا ان بما ان المودوليان انهبيتنج فاكتور موجود لان احنا عندنا واي كروموزوم عندنا اس ار واي جين، فهيحصل ريجريشن للمودوليان دكت، فلا هيحصل تكوين لليوترس ولا للسيرفكس ولا الابر 3/5 او الفاجينا، هو بس اللور بارت هو اللي هيتكون. وطبعا بما ان الميل ده شكله كله خارجيا في ميل مفيهوش اي غلطه ولا في اي مشكله، فاكيد طبعا هيكون السكس اوبريرنج او اهله هيربوه هيتعاملوا معاه لانه في ميل، فهيتربى على انه في ميل، فيوم ما يجي يشتكي يروح لمستشفى العياده في يوم من الايام
بيشتكي من حاجه معينه ليها علاقه بالسكس بتاعه، هيشتكي ان هو فيميل في سن البيوبرتي، الا ان هو ما عندوش ايه منسترال سايكل، عنده برايمري امينوريه، وده طبيعي جدا ان هو لا عنده اوفرز ولا عنده يوترس ولا عنده الكلام ده خالص. ده جدول مقارنه بين الملوريا اجينسيس اللي هي نفس المشكله احنا شفناها اللي هي كانت بتسمى بالماير روكتانسكي اللي احنا كردناها بالتيرنر سيندروم، اللي هي كانت عباره عن فيميل عاديه لكنها عندها اوفرز فقط وما عندهاش يوترس ولا عندها فاجينا ولا الكلام ده. لا، فبالتالي هي عندها استروجين ليفل طبيعي جدا وعندها بريست ديفلوبمنت اللي احنا قلناه وقتها، وبين الاندروجين سنسيتيفيتي اللي هو نفس المشكله اللي ادت لحصول الميل سودو هيرمافروديتيزم. فده مقارنه بين ده وبين ده. طيب وراثيا الاندروجين سنسيتيفيتي هو اكس لينك ريسيسيف، هو حاجه تعتبر تبع الهرسي باتن ليها علاقه بالسكس كروموسومز. اما ملوريا اجينيسيس فهي مشكله سبوراديك، يعني مشكله راندوم، ملهاش توقيت ظهور معين ولا معدل ظهور معين ولا سبب ظهور معين. الجونز في الاندروجين انسيفيتي هي عندنا تستس كانت اند سند لكنها برضو تستس بسبب وجود الواي كروموسوم. اما الناحيه الثانيه اوفر زي ما قلنا قبل كده، فبالتالي هنا 46XX والناحيه الثانيه 46XY. التستوستيرون في السودو هيرمافروديتيزم كان طبيعي، وقلنا ان التستوستيرون اللي التست شغال عادي جدا مفيش اي مشكله طبيعيه، لكن الجسم بيسيء استغلال التستوستيرون، مش بس ان هو ما بيستغلوش في صناعه السكند سيكشوال كاركترز اللي راكبه الميل، لا ده بيحولها الى استروجين وبعد كده تكون بقى الاستروجين ايه الفيميل سيكشوال كاركترز. فاحنا عندنا الميل نورمال ليفلز من التستوستيرون في الاندروجين سنسيتيفيتي. اما في الملوريا اجينيسيس عندنا مستوى قليل طبعا لور، ان هنا عندنا اوفرز ما عندناش ايه دستس من الاساس. الفولك ريسبيتنج هرمون في الملوريا هيكون طبيعي لان هو عنده اوفرز مش اي مشكله، وفي الناحيه الثانيه هيكون زايد بسبب النيجاتيف فيدباك انهبيشن اللي حصل لها ضاعت مننا خلاص. البريست هيكون ويل ديفلوبد في الاثنين، في المين سوت هنا في الجزم قلنا بسبب ان عندها استروجين كتير جدا، وفي الناحيه الثانيه بسبب ان هي عندها اوفرز طبيعيه مش اي مشكله. البيبيكو الاكزيلري هير هو اندروجين ديبندنت، ففي الملوريا اجينيسيس هيكون عندها طبيعي، انما عندنا في الاندروجين سنسيتيفيتي بما ان عندنا في مشكله في استغلال الاندروجينز وهو معتمد عليها على التستوستيرون، فهيكون عندنا هنا ايه ابسنت بيبيكو اكزيلري هير. ايه الانومالز الثانيه اللي ممكن تكون موجوده؟ الحمد لله في الاندروجين سنسيتيفيتي ما عندناش مشاكل ثانيه، لكن عندنا في الملوريا اجينيسيس عندنا رينال وسكيلتال بروبلمز. وادي صوره برضو لا الدايجرام اللي قدامنا هنا، هنا عندنا فوق خالص ميل 46XY عنده الاس ار واي جين، هيحول عنده الجونز الى تستس، هتطلع ميلوري انهبيتنج فاكتور، هتمنع تكوين الانترنال فيميل اورجنز، التستس هتطلع تستوستيرون، المفروض ان هو في الطبيعي هيعمل لنا ميل انترنال جينيتاليا مفيش اي مشكله، المشكله كلها في الاكسترنال جينيتاليا، هيجي التستوستيرون يحول نفسه بالفايل افر داكتيز الى دايهر تستوستيرون، الجسم هو لا يسمع لا يرى لا يتكلم. شايف قدام الاندروجينز لكن ما بيستغلهاش بسبب ان الريسبتورز يا اما هي مش موجوده بشكل كامل او عندها كومبليت انسنسيفيتي، فبالتالي تحول التستوستيرون ده بالاروماتيزيشن البريفرال الى استروجين، والاستروجين هيعمل عندنا الفيميل اكسترنال جينيتاليا، فبالتالي هيبقى عندنا امبيجوس جينيتاليا في الاخر. طيب حل الاشخاص دول ايه؟ احنا قلنا في الاول خالص اول ورقه خالص لما اتكلمنا على السكس اوبيرنج اللي هو اتربى على انه ولد ولا على انه بنت، قلنا ان احنا بنحاول نحافظ عليه بقدر الامكان عشان المشاكل السيكولوجيكال اللي ممكن تنتج من التحول. فكره ان في شخص عاش عمره كله على انه راجل وحولناه بنت مره واحده هيبقى صعب جدا التاقلم، والعكس صحيح ان حد عاش طول عمره كله على انه بنت ويتحول لراجل مره واحده ده موضوع مش سهل. فبالتالي لو في امكانيه ان احنا نحافظ على السكس بتاعه اللي هو اتربى عليه بنختار الحل ده. هنا اصلا الحل عندنا جاهز، احنا قلنا في الاول ان التستس اندسندد، وقلنا ان هو انفرتايل، وقلنا ان التستس اللي هي موجوده في الابدومن دي هتعمل لنا مصيبه ان هي ممكن تعمل ميوتيشنز بيحصل فيها تكوين لتيومرز وكارسينومز وكلام زي ده. فبالتالي الحل الاول احنا هنخلص خالص من التستس دي، هنعمل جرادكتومي، هنشيلها تماما بعد البيوبرتي عشان نضمن طبعا ان حصل نمو كامل للجسم بسبب ان احنا خايفين من الماليجنسي، فاحنا هنشيل الجونز هنشيل التستس دي خالص. تاني حاجة دلوقتي تعتبر الفيميل دي اللي احنا خلاص هنصلحها هنحولها الى فيميل، هيبقى عندها استروجين نقص في الاستروجين، تمام؟ عندها نقص استروجين لان احنا شلنا مصدرها الوحيد من الاندروجينز في الحياة. كده كانت بتصنع استروجين بشكل غير مباشر، ان هي كانت عندها تستس بتصنع
من التستس الى التستوستيرون، وكان بيحصل اروماتيزيشن من التستوستيرون ده يحوله الى استروجين. فاحنا لما شلنا خالص التستس ما بقاش مصدر نهائي للاستروجين خالص، لا بقى فيه اوفرز ولا بقى فيه تستس. فكده هنديها استروجين ثيرابي. ونرجع للسؤال اللي سالناه نفسنا على التيرنر سيندروم، هل الحاله دي عندها يوترس ولا لا؟ الاجابه في حالتنا هنا ان مفيش يوترس، الانترنال اورجنز كانوا حصل لهم ديفرنشيشن لميل، فبالتالي مفيش يوترس. مفيش يوترس يبقى اتكل على الله ويدي استروجين ثيرابي، مفيش اي مشكله عشان تحمي من الاوستيوبوروز بسبب طعس الاستروجين كان هيبقى موجود، تمام؟ ومفيش حاجه للبروجسترون لان مفيش يوترس. تالت حاجه بسينوبلاستي، ان عندنا ايه الامبيجوجيتاليا دي، هنظبطها ونعمل لها بلاستيك سيرجري عشان يبقى الشكل مطابق لشكل البزاين الطبيعي بالظبط. مرات بقى جانبيه، ان الشكوى المشتركه بين الاثنين دول الموديرين اجنسس والانجنسيفيتي ان احنا عندنا ايه، عندنا برايمري امينوريا، دي الشكوى المشتركه بين الاثنين، تمام؟ والاثنين عندهم ابسنت يوترس، واحد عنده اوفرس وواحد عنده تستس، بس الاثنين ما عندهمش يوترس، والاثنين برضو طلع عندهم نورمال بريست ديفلوبمنت، مش اي مشكله خالص. فالتفرقه الوحيده بين الاثنين ان الاندروجين انسيفيتي كان عنده مشكله في الاندروجينز، فبالتالي عنده ابسنت بيبيك واكزيلري هير، اما الميدوليا اجنسيس ما عندوش المشكله دي فعنده نورمال بيبيك واكزيلري هير. ودي نقطه الديفرنشن الوحيده بين الاثنين، دي نقطه التفرقه بين الاثنين. طب احنا اتكلمنا في الاول خالص ان احنا الانسيفيتي اوف الاندروجين ريسبتورز كان في منها نسختين، قلنا نسخه كومبليت ودي اللي عملت لنا الميل سود هيرمافروديتيزم، ان احنا عندنا قلنا كان اسمها المورس سندروم، وقلنا عندنا نسخه ثانيه اسمها انكمبليت، ان في عندنا بعض الريسبتورز شغاله والبعض الاخر مش شغال، دي كان اسمها ليفنشتاين سندروم. وهو رجع يتكلم عليها ثاني ان فلنفترض ان دي حاله ميل، لكن بقى بدا استبدلنا الكومبليت بانكمبليت، يعني في بعض الريسبتورز شغاله لكن مش كلهم شغالين، ده هيبقى عنده ايه؟ هيبقى عنده طبعا شويه متغيرات، ان هو برده مش هيكون عنده كل البين سكند سيكشوال كاركترستكس، لكن هيكون عنده بعض منها، هيكون عنده مزيج بين الفيميل كاركترز ومين الميل كاركترز. فبالتالي المانجمنت هتختلف عن الكومبليت، هيبقى على حسب طبعا الديجري اوف الامبيجو جينيتاليا والسكس اوفرينج، على حسب برده ايه هو اتربى على انه ميل لا على انه فيميل، على حسب برده مستوى الريسبونس للريسبتورز، هل هم اغلبيه اللي بتستجيب واقليه اللي بتستجيبش، ولا 50 50 ولا اقليه هنا واغلبيه هنا، فطبعا التريتمنت هيكون مختلف شويه. عندنا بقى شويه مشاكل كده على الجانب كده، زي ايه؟ عندنا 5 افردكتيز ديفيشنسي، احنا كنا عرفنا ان ال 5 افردكتيز ده انزيم بيشتغل على التستوستيرون عشان يحوله للتستوستيرون، وفيما بعد بقى الدايهيدروستيرون ده يعمل لنا السكندري بين سكشوال كاركترستكس، تمام؟ فاحنا هنا عندنا ديفيشنسي، عندنا عجز في ال 5 افردكتيز انزيم ده، فبالتالي عندنا مشكله في تحول التستوستيرون الى الدايهيدروستيرون. فبكده عندنا ايه المشكله؟ عندنا السكشوال كاركترستكس مش هتحصل، فعندنا في ميل او امبيجوس اكسترنال جينيتاليا نفس مشكله الميل سودو هيرمافروديتيزم بس من منظور ثاني. وكده كده مفيش اي مشكله في الانترنال جينيتاليا، التستوستيرون اساسا موجود ولا هيعمل لنا كل حاجه، وعندنا طبعا الميدوري هيبيتنج فاكتور، وعندنا الاس ار واي جين، وعندنا انتي ميدوري هرمون، كل ده طبعا مش هياثر نهائيا على الانترنال جينيتاليا خالص. وادي صوره طبعا للاكسترنال جينيتاليا امبيجوس، عندنا طبعا شكل اهو ان هو فيه زي كده فالفا، لكن في نفس الوقت عندنا كليتورس كبير جدا زي ما بيكون بينس، فعندنا شكل مجهول بهذا الشكل. وفي الاصل طبعا ده ميل اكس واي، فاكر ان عنده فالفا ده اسامي مش طبيعي. وعندنا حاجه ثانيه اللي هو السوير سندروم، السوير سندروم ده عباره عن ايه؟ ده اتكلمنا عنه قبل كده نبذه ان هو عباره عن ميل اكس واي، لكن المفاجاه ان الواي كروموزوم اللي عنده ما فيهوش اس ار واي جين، فالواي وجوده زي عدمه، لان هو لا هيطلع تستوستيرون ولا هيعمل ديفرنشيشن للجونز ده التستس ولا الكلام ده خالص، ولا هيمنع طبعا الميلريان داكتس ولا هيعمل بروليفريشن للولفيان داكتس، فبالتالي اللي هيحصل كان بالظبط ده اصبح بدل ما هو اكس واي كانه بقى اكس اكس بالظبط، هيتكون عنده ايه؟ فيميل اكسترنال جينيتاليا وفيميل انترنال جينيتاليا، يعني هو تحول حرفيا الى مين لكنه عنده واي كروموزوم، اتحول حرفيا الى فيميل لكنه عنده واي كروموزوم، فهو كده اصبح فيميل اكس واي، حاجه غريبه جدا يعني. الا ان برضه هيكون عنده متغيرات، يعني مش معنى ان الواي كروموزوم ناقص الاس ار واي جين يبقى كده كانه اكس كروموزوم بالظبط، يعني انا ما بقولش ان اكس كروموزوم عباره عن واي كروموزوم بدون الاس ار واي، لا طبعا في اختلافات كتير جدا، وده باين برضه من الشكل ان برضه في مشاكل في الشكل الخارجي،
لكن انا اقصد ان الواي كروموزوم ناقص منه اس ار واي جين فحصل كل المتغيرات دي. طيب ازاي بقى نفرق بين المشاكل دي كلها لو عندنا حاله اكس واي في ميل، يعني حاله عملنا له كاريوتايبنج هو في الاصل ميل لكن الشكل الخارجي بتاعه في ميل. فالاول حاجه هنطلب قياس التستوستيرون ليفل اللي عنده، لقيناه لو هيبقى حاجه من الاثنين، يا اما هو سوير سيندروم زي ما شفنا ان هو من الاصل حصل مشكله في الاس ار واي جين فبالتالي ما كانتش عندنا تستس ما حصلش عندنا تكوين التستوستيرون، او بالسيرجيكال اكسبلوريشن نشوف بقى التستس بقى هل هي موجوده ولا لا بالاساس. طيب تاني حاجه ان عندنا نورمال ميل ليفل، يعني اصلا التستوستيرون هي المستوى بتاعه طبيعي جدا بتاع الميل. طب فين بقى المشكله؟ ايه المشكله؟ اكيد من الهايستوستيرون، ان هو يا اما طبعا في مشكله من الريسبتورز او مشكله من الانزيم اللي كان بيحوله اللي هو الفايف افرداكتيز. فلو لقينا الدي اتش تي مستواه نورمال يبقى كده عندنا الانزيم طبيعي مش اي مشكله، لكن الريسبتور زي مش بيستجيب التستيكولار فيمينيشن سيندروم. لو لقيناه لو يا معنى كده في مشكله في التحويل، فبالتالي كده الانزيم اللي كان بيحولنا هو اللي في مشكله اللي هو الفايف افرداكتيز ديفيشنسي. بعد كده عندنا المشكله اللي بعدها اللي هو الفيميل سودو هيرمافروديتيزم اللي هو قلنا عباره عن داخليا 46XX لكنه ظاهريا تمام ان هو في حاجات فايرلايزد اشبه بميل. ده نتيجه ايه؟ قلنا هتبقى مشكله من ماتيرنال سايد او مشكله من الفيتال سايد. ماتيرنال سايد الام هي السبب فيه، يا اما ان هي كانت بتاخد ادويه او بتاخد دراجز فيها اندروجينز وكانت بتعدي اندروجينز دي للفيتس فعملت لها فايرلايزيشن، او ان هي كان عندها تيومر خارج العيادات. طبعا الموضوع ده حاجه مش بارادتها يعني، والتيومر ده كان اندروجينيك زي ايه؟ زي تيومر في الاوفري في اليوتوما او الاندروبلاستوما او في الادرينال كورتكس اللي هو كان بيطلع الاندروجينز زي الادرينالينوما، او زي ما قلنا كانت بتاخد اكسجنال ادرينز بتاخد دراجز فيه اندروجينز. فبالتالي الجينيتاليا بتاع الفيتس ده اللي هي لسه انتراوترين هتبقى فيرلايزد، هيظهر فيها ميل كاركترز، يعني هيحصل انلارجمنت اوف الكليتورس، وممكن كمان يحصل فيوجن الليبيا ماينورا على حسب، ممكن ممكن لا. طيب هل معنى كده ان على في اي مرحله انتراوتراين لو الام حصل لها ظهر عندها اندروجينيك تيومر او اخذت اكسوجينس اندروجينز ان هي هيحصل ميوتيشن للفيتس بتاعها يتحول فيرفيشن للاكسترنال اورجنز؟ الكلام ده مش صح. علشان يحصل متغيرات او جروس ديفورميتي للاكسترنال جينيتاليا للفيتس لازم الافكت الاندروجينيك ده الزياده اللي هتحصل في الاندروجينز جوه الفيتس دي تحصل قبل 14 اسبوع. بعد 14 اسبوع هتكون الاكسترنال جينيتاليا اتكونت، فبالتالي مش هيحصل فيها اي ديفورمتيز نهائيا خلاص، مهما بقى زاد مستوى الاندروجينز مش هيحصل اي مشكله. طب هتقولي بقى طب لو زاد الاندروجينز اكيد هتاثر عليها طبعا، حتى لو الشكل الخارجي مش هيتغير الا ان الهرمونز عندها هيتغير. ده صحيح، هنعرف بعد كده ان في من ضمن الكلينيكال برزنتيشن بتاعت المشكله دي ان حاجه اسمها مايلد ديزيز او نون كلاسيك كونجنيتال ادرينال هايبربليجيا اللي هي موجوده بهذا الشكل اللي هو ده، ان هي عباره عن ايه؟ عباره عن بنت مولود عادي جدا ما فيش اي مشكله خالص، الاكسترنال جينيتاليا بتاعتها ما فيش اي مشكله، ما فيش فايرايزيشن ولا الكلام ده، لكن عندها في مستوى الهرمونز عندها في عندها اندروجين اكسس، في اندروجين زياده عن الطبيعي تمام، لكن ما عندهاش تغييرات او ديفورمتيز خالص الاكسترنال جينيتاليا نهائي. ايه الامثله؟ طيب زي ما قلنا في اول الدرس خالص عندنا البروجستين او البروجسترون ان هو واحد من الاندروجينيك هرمونز اللي ممكن يتاخد بصوره سينثاتيك كدراج، يعني ان هو هيعمل برضه فيرايزيشن افكت بصوره طبعا ان هو الام اخذته قبل 14 اسبوع من الحمل. طبعا بيحصل بسبب ان البروجستين ده بيتحول الى اندروجينز، والاندروجينز بقى تعدي للفيتس وبالتالي تعمل الفيرايزيشن، ان هو لوحده عباره عن ويكلي اندروجينيك مش قوي كفايه ان هو يعمل المشكله دي، لازم يتحول الى النسخه اللي هتعمل المشكله. في عندنا بقى اللي هي المشكله من ناحيه الفيتس، دي كانت المشكله من ناحيه الام ان هي بتاخد اندروجينيك دراجز او ان هي عندها تيومر بيعمل اندروجينيك هرمون سكريشن. ده بقى اللي هو بيسمى ايه؟ كونجنتال، لان هو مولود من ساعه الولاده. ادرينال في الادرينال كورتكس هايبربليجيا، يعني معنى كده ان الادرينال كورتكس بتشتغل زياده عن اللزوم، وشغل الادرينال كورتكس اساسا كان عباره عن اندروجينز تمام، فعشان كده هيعمل لي فايرلايزيشن. فاحنا هنا عندنا 46XX مفيش اي مشكله خالص في الجينوتايب. الجونادز نورمال اوفيس اللي ما عندهاش واي كروموسوم وبالتالي السايكل كلها ما حصلتش. الانترنال جينيتاليا بقى ان هي في ميل عاديه لكنها انفانتايل بسبب مستوى الانجنز عالي جدا، هي انفانتايل ما بتخلفش وكمان في نفس الوقت ما عندهاش منسترال سايكل.
الاكسترنال جينيتاليا امبيجوس بسبب الفاريشن اللي حصل، ان حصل فاريشن للاكسترنال اورجانز فغير من شكلها فبقت امبيجوس. السكند سيكشوال كاركترز طبعا بزياده مستوى الاندروجينز جدا في الجسم هيعمل لها هيتيروسيكشوال بريكونسس بيوبرتي. يعني ايه هيتيروسيكشوال؟ يعني هيبقى عندها ايه شويه سيكشوال كاركترستكس خاصه بالفيميل هتظهر لها، وشويه سيكشوال كاركترستكس خاصه بالميل هتظهر لها برضه. وبريكوشوس يعني عباره عن ايه؟ يعني قبل السن المفروض. يعني ما هناخد برضه قدام في الدروس بعد كده ان البيوبرتي الطبيعيه بين 11 و16 تمام، لكن عشان نسميها بريكوشوس ان هو يكون ايه توصل للبيوبرتي داخليا يعني قبل سن 6 ل 8 سنين. ده كده اب نورمال طبعا، ان هي تكون بلغت عن 6 ل 8 سنين ده طبعا ده رقم صغير جدا جدا جدا. وهيكون عندها بسبب ان الموضوع ده اندروجين ديبندنت هيكون عندها بيوبيك واكزيلري هيل، شفناها برضو من ورقتين ازاي ان الاثنين دول بيكونوا اندروجين ديبندنت، فلما الاندروجين تزيد جدا في الجسم كما هو الحال هنا يعني هيبقى عندها بيوبيك واكزيلري هيل. على مستوى الجسم كله عندها ميتابوليك ابنورماليتي، شويه مشاكل ميتابوليك، ان هي عندها نقصان في الالدوسترون هرمون اللي هو طبعا بيشتغل ان هو بيساعد على الحفاظ على البالانس ما بين الصوديوم وما بين البوتاسيوم في الجسم، فهتبقى عندها نقص في الصوديوم وزياده في البوتاسيوم ونقصان في البروب بريشر بسبب النقص اللي حصل في الصوديوم. تمام، دي متغيرات ميتابوليك. الاتيولوجي بسبب ايه؟ بسبب ده احنا هنتكلم على الكونجنت اللي هي بسبب الفيتس. تمام، دي طبعا مشكله اوتوزومال ريسيسيف طبعا انزيماتيك ايرور، مشكله في التكوين. عباره عن ايه؟ عندنا انزيماتيك ديفكتس، ثلاثه انزيمز فيهم مشكله، 21 هيدروكسيليز 11 بيتا هيدروكسيليز و 3 بيتا هيدروكسيسترويد دي هيدروجينيز. الثلاثه دول عباره عن كورتيكويدز. كانوا بيعملوا ايه في الاول خالص؟ احنا عندنا الهايبوثالامس ده البابا بتاع المجال كله، يعني ده هيشتغل على البيتوتري جلاند هيعمل لها ستيموليشن. بعد كده البيتوتري جلاند هتعمل ستيموليشن للادرينال كورتكس اللي هي بالشكل اللي عندنا ده. رقم ايه ده؟ الشكل اللي عندنا الدياجرام ده الطبيعي، ده السايكل الطبيعي اللي ما فيهاش مشكله خالص، ما فيهاش اكسس اندروجينز نهائيا. الادرينال كورتكس هتعمل ايه؟ هتصنع لنا بقى اندروجينز، هتصنع لنا مينيركورتيكويدز، المهم ان هي هتفضل تصنع الحاجات اللي هي بتصنعها. تمام، وشغال عليها الثلاثة انزيمز اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هو 21 هيدروكسيليز اللي هو ال 11 بيتا هيدروكسيليز وال 3 بيتا هيدروكسيسترويد دي هيدروجينيز. دول بقى بيعملوا ايه؟ دول بيحافظوا على مستويات الهرمونز دي بحيث ان هي ما تزيدش عن الطبيعي، وفي نفس الوقت هي اللي هم اللي بيعملوا انهبيشن للبيتوتري جلاند اللي هي بالتالي لما يحصل لها هي انهبيشن الاستيميليشن بتاع الادرينال كورتكس ده هيتوقف تماما. ماشي؟ ننزل بقى اللي تحت، احنا عندنا عجز في الكورتيكويدز دي، عجز في الانزيمز دي، فبالتالي الانهيبيشن اللي كان موجود عندنا راح، مبقاش فيه انهيبيشن خلاص للسايكل، فبقى هنبدا عندنا الهايبوثالامس للبيتيوتري، الاستيميوليشن زاد جدا جدا جدا، ان مفيش انهيبيشن خلاص بس على البيتيوتري خلاص، مكمل ملوش حساب ولا حد بيقول انت رايح فين ولا الكلام ده خالص. وعندنا ادرينال هايبرفيشيا، بص حجمها هنا عامل ازاي وبص حجمها هنا عامل ازاي، طبعا يكاد يكون الضعف تقريبا، فبالتالي كل الهرمونز وكل الحاجات اللي طالعه من الادرينال كورتكس كلها كميات مضاعفه، من ضمنهم الاندروجينز اللي هي تخصنا اهي. تمام، فطبعا شغاله مفيش خلاص بقى اي انزيمز تعمل انهيبيشن نهائيا، فالسايكل دي ما بتوقفش خالص. تمام، فبالتالي فاحنا هنا كل الانهيبيشن سايكل بيتش موجوده، الادرينال كورتكس شغاله مع نفسها، وعندنا كميات كبيره جدا من الاندروجينز عماله تكبر، ولذلك حصل فايرزيشن للاكسترنال جينيتاليا. ده غير طبعا البيوك والاكزيلري هير وباقي المشاكل الاخرى يعني. فبالرجوع تاني للكلام ده، ان احنا الديفيشنسي اوف الكورتيكويدز اللي هم دول الثلاثه دول، ده هيزود الادرينال كورتيكوترابيك هرمون اللي هو بيطلع الكورتيزول، هيعمل لي بايلاترال ادرينال هايبربليجيا تكبر عن الحجم، وبالتالي كل الهرمونز اللي خارجه منها تبقى كلها كميات مضاعفه، ومن ضمنهم ايه؟ الاندروجينز. فبالتالي طبعا السكس ديفرنشيشن طبعا من ظهور السكس سيكشوال كاركترستكس والكلام ده كله، ده اصبح ديستوربد واصبح امبيجوس. طبعا الانترنال حاجات الانترنال اتكونت خلاص هتبقى انا افكتد زي الاوفرز زي الفالوبيان تيوبز واليوترس والباجينا، اما الفالفا والانتروشيس اللي هي فاجينا اوبننج الحاجات اللي هي الخارجيه دي اللي هتكون افكتد ودي اللي هيحصل لها الفايرلايزيشن وهتعمل لي امبيجوس جينيتال. وهذه الصوره برضو هي الانزيماتيك ايرور في البايوس في الكورتيزول، احنا عندنا نقص في الكورتيزول برودكشن. تمام، بسبب النقص بتاع الانزيم اللي احنا شفناهم، فبالتالي نقص الانهيبيشن على ادرينال كورتيكوترابيك هرمون اللي هو هيزوده، فبالتالي هيعمل لنا
الادرينال هايبربريشيا، واللي هو طبعا هيزود الليفلز اوف الاندروجينز كلها زي التستوستيرون زي السيفنتين بروجسترون زي هيعمل لي انترنال اورجان ديفلوبمنت هيكون طبيعي، لان احنا زي ما قلنا الاوفريان فانكشن شغاله طبيعيه جدا مش اي مشكله، احنا هنا في ميل اكس اكس فبالتالي مفيش انتي بودي هرمون. وطبعا هيحصل في الاخر ايه بسبب نتيجه زياده الاندروجينز ان هيحصل فار ديجيتال اكسترنال جينيتالي. الكلينيكال بريزنتيشنز عندنا زي ما قلنا في الاول خالص لما جه اتكلمنا ان في حاله ان الاندروجينز دي زادت على الفيتس انتراوترين بعد 14 اسبوع مش قبل، وقتها هتتولد بحاجه اسمها مايلد ديزيز او نون كلاسيكال كونجنتال ادرينال هايبربريشيا، ان هو عباره عن بنت طبيعيه جدا ما فيش اي مشكله الا ان بس مستويات الاندروجين عندها زياده لكنها ما عندهاش بارلايزد اكسترنال جينيتالي. السيفير فورم بقى حاجتين اللي هيحصل طبعا زي ما قلنا ميتابوليك ابنورمالتيز، ان احنا عندنا نقص صوديوم وزياده بوتاسيوم ونقص بلاد بريشر، وبالتالي عندنا سولت ويستنج وشوك ممكن تبقى موجوده بسبب نقص الصوديوم، وعندنا امبيجو جينيتاليا طبعا بسبب الفيروس اللي حصل ات بيرث زي اللي بالصوره كده اللي من بره طبعا باين زي ما تكون يعني هي في نفس الوقت ايه فالفا وفي نفس الوقت هي بينس، يعني هي عامله شكل اثنين في نفس الوقت. وفي حاجه اسمها فيدرمنس رول، ان هي طالما احنا ان اي بالبابل بونت اي حاجه بالبابل في منطقه اللي هي تعتبر البالفس دي بدون انجواينال ليجمنت بنعتبرها تستس حتى الى ان يثبت العكس يعني تمام. الانفستيجيشنز والله احنا شفنا هنا ان من ضمن الحاجات اللي بتزيد بسبب كل المشاكل دي ان احنا عندنا في زياده لل17 هيدروكسي بروجسترون تمام. فاحنا بما انه هنا هيكون عندنا زايد جدا بسبب الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون اللي هو زايد ده، فاحنا هنستخدم الهرمون ده في اننا نقيس مستواه في الجسم بحيث نشوف ان هو لو اليفيتد نشخص من خلاله ان ده ايه حاله كونجنتال ادرينال هايبربليشيا، وده كمان بيساعدنا جدا ان هو بيكون مميز ان احنا في حاله مشابهه شويه اعراضها للكونجنتال ادرينال هايبربليشيا وهناخدها برده كمان ذا سيم تقريبا ان هي البوليسيستيك اوفر سيندروم. وفقياس مستوى ال17 هيدروكسي بروجسترون ده بيساعدنا على الديفرنشيشن بين الاثنين، ده بيعتبر دايجنوستيك ديفرنشيشن بين الاثنين سيندرومز. ايه علاج؟ احنا هنا عندنا نقص ايه نقص كورتيكويدز، فبالتالي هندي كورتيكوسترويدز عشان نعوض نقص الكورتيكويدز ده، فيحصل ثاني انهبيشن للادرينوكورتيكوترابيك هرمون ده على مدار الحياه كلها، وطبعا بتفضل ماشيه على العلاج ده مدى الحياه، لانها وقت ما نوقفه الانهبيشن هيروح فهيرجع تاني يحصل ادرينوكورتيكوترابيك هرمون، فهيرجع تاني ادرينوكورتيكس تطلع كل الهرمونز دي بما ضمنها الاندروجينز، ويرجع تاني يحصل فاريشن وكل المشاكل دي كلها. تاني حاجه نصلح المشكله اللي هي مورده بيها ان هي مورده بامبيجوس اكسترنال تانية، فهنعمل بلاستيك سيرجري للفالفا ابنورماليتي عند بيوبرتي، ولو في لارج فالس اللي هو يعني حاجه اللي هو زي ده كده اللي هو ده الفالس تمام، هنشيله سيرجيكال قبل سن الخمس سنين عشان وقتها يعني تكون لسه صغيره تكون لسه طبعا ايه ما يعملش اي تاثير نهائي للفالس ده. تالت حاجه خالص عندنا ان احنا هنعمل كومبليت جندر اساينمنت للتشايلد ده عند السن 18 شهر او سنه ونص، ان احنا هنحدد اذا كان هو ميل ولا فيميل، وما لناش دعوه بالكاريوتايبنج اللي هو كده كده هيبين لنا ان هو 46 اكس اكس فيميل. هنبص على الاكسترنال جينيتاليا اللي هي امبيجوس، لو كان ميل هيبقى الفالس بتاعه ستريتش اكتر من 2 سنتيمتر اللي هو ده، هيبقى طوله اكتر من 2 سنتيمتر اللي المفروض ده بقى بينس، هيكون ريكتايل تيشو، وفي نفس الوقت هيكون لاكينج سيفير هايبوسباديس. يعني ايه الهايبوسباديس ده؟ الهايبوسباديس ده ان هو يكون فيه يوريثرال اوبننج مكانها مش طبيعي، ده شكل البينس تمام، ادي السكروتن وادي الفور سكين وادي التيب اوف ذا بينس، المفروض ان الاوريثرال اوبننج موجوده هنا فوق خالص، لا هتبقى الاوبننج موجوده تحت هنا تمام، تكاد تكون كده في منتصف البينس يوريثرال اوبننج طبعا دي اب نورمال، فبالتالي احنا بندور ان يكون مفيش سيفير هايبوسباديس عشان نثبت ان ده ميل، غير كده طبعا ده هيكون غالبا ده مجرد فالس ودي فيميل. وطبعا هنفحص الانترنال اورجنز لو لقينا طبعا سيرفكس ووترس يبقى ده 100% ده فيميل، وبالتالي نقدر نعمل جندر اساينمنت ان ده حاله فيميل ونتعامل على الاساس ده. طيب في عندنا كمان بري نيتال بروفيلاكسيس، ان هو نبتدي نعالج المشكله انترايوتراين، اللي هو مثلا احنا عرفنا ان الام عندها اندروجينيك تيومر فلنفترض او هتمشي على علاج اندروجينيك، فبالتالي نبتدي بقى نعالج الحاله وهي موجوده جوه اليوترس ما نستناش بقى حاجه تتولد والكلام ده كله، فهنبدا التريتمنت 4 to 5 menstrual weeks ومش بعد 8 اسابيع من بدايه المنستريشن اللي حصل فيها الحمل.
وعند تم عشر ويكس هنعمل هناخد كرونيك باللاي سامبلينج اللي هو احنا بنخش طبعا بقى ال بنخش بقى السيرنج نعمل ناخد عينه من الكرونيك باللاي وبعد كده كمان امنيوسنتيز ناخد عينه من الامنيوتيك فلويد عشان نحللهم ونشوف الكاريوتايب عباره عن ايه. لو طلع ان الفيلس عباره عن فيميل وقتها لازم هنكمل الدكساميزون تريتمنت اللي هو عباره عن كورتيكوسترويد علشان طبعا نعمل هيروشن للكورتيكوتروبيك هرمون زي ما قلنا وبالتالي نقلل الاندروجينز على مدار فتره الجستيشن كلها يعني فتره الحمل كلها بندي بنعالج بالدكساميزون لحد ما تتولد وتمر بمرحله السلامه اللي هي ما بعد 14 اسبوع خلاص. اما بقى لو اتضح ان هو ميل مفيش اي مشكله لان كده كده ايه الاندروجينز دي اصلا لعبته فكده كده مش تاثر نهائيا. ممكن يبقى عنده طمية ورد يبقى عنده مستوى اندروجينز اعلى شويه من الميل العادي لكن كده كده مفيش اي ضرر عليه خالص ان هو اصلا مطالب ان يحصل فيرديشن اساسا دي مش فيش اي مشكله نهائيا خالص الموضوع ده. في عندنا بعد كده ترو هيرمافروديتيزم. الترو هيرمافروديتيزم لا قلنا هيكون عباره عن انديفيديوال واحد عنده اوفريس وعنده تستس في نفس الوقت. في الاصل بيكونوا بيمشوا اكس واي واكس اكس لكن معظمهم بيكونوا 46 اكس اكس معظمهم بيكونوا في ميل في الاصل. الجونز زي ما قلنا بايلاترال اوفو تستس يعني اوفري في ناحيه والناحيه الثانيه فيها تستس في الناحيه الثانيه. وبنحتاج طبعا نعمل بايوبسي عشان ناخد السيرجيكال سلايد من هنا ومن هنا عشان نتاكد ان ده يعتبر اوفريال تيشو ولا ستيبلر تيشو. طب بالنسبه للجينيتالز عنده الاثنين برضو عنده الموليريان داكتس وعنده الولفيان داكتس فبقى عنده ديريفيتيفز من الاثنين كله فوق بعض. والاكسترنال جينيتاليا طبعا هيكون امبيجوس بسبب تضارب الهرمونز دي كلها فهيبقى عنده امبيجوس او فاريبل زي الصوره كده مش باين اصلا ده بينس ولا ده فالفا ولا ده ايه اصلا مش باين فيها خالص حاجه غريبه كده عباره عن ستراكشر غريب ومن جوه اهو عندنا ال الامبيجوس جينيتاليا وعندنا باين اهو ان في تستس وفي اوفرس في نفس الوقت. فطبعا الموضوع يعني في كل حاجه فوق بعضها في نفس الوقت. السيريال سيكشوال كاركترز هتكون فيمناين جراف دي الوحيده يعني اللي محدده قوي ان هو هيكون شكله خارجيا شكل فيه ميل ان هو في الاصل 46XX. في بقى حاجه اسمها هيرمافروديت لايك كونديشن حاجه شبيهه بالهيرمافروديت اسمها يوتراين هيرنيا سندروم وهنعرف ليه اتسمى بيوتراين هيرنيا سندروم او البريزستنت ميدوريان داكت. وطالما قال لك بريزستنت ميدوريان داكت يعني في ميدوريان داكت يعني في انترنال ديفرنشيشن لميدوريان داكت. في الاول شنو طيب عباره عن ايه؟ عباره عن 46 اكس واي يعني هو ميل عنده واي كروموزوم يعني عنده اس ار واي جين المفروض يعني اتكون عنده تستس. المفاجاه ان ما حصلش ريجريشن للموليريان داكت بقى عنده انترنال جينيتاليا زيه زي الانترنال جينيتاليا بتاع الترو هيرمافروديتيزم وعشان كده هو سماه هيرمافروديت لايك كونديشن ان هو هيبقى عنده موليريان وولفيان ريفتيفز في الانترنال جينيتاليا. في الاكسترنال هيكون نورمال ميل او عنده كريبتوركيديزم ان هو يعني التستس ما حصلهاش ديسنت لسه موجوده في الابدومن. والسجن سيكشوال كاركترز هتكون نورمال ميل لان هو عنده تستوستيرون معدله طبيعي جدا مفيش اي مشكله. طب طالما هو خارجيا ميل وعنده سجن سيكشوال كاركترستكس ليها علاقه بالميل يعني خارجيا مفيش مشكله حاله زي دي اصلا هتيجي على بالنا ازاي؟ يعني ايه اللي هيخلينا نفكر ان ممكن اصلا يكون الميل ده عنده مشكله؟ هيجي عندنا بشكوى ان في انجواينال بولج في الميل انفنت تمام ان هو يكون لسه مولود لسه انفنت وعنده بولج او عنده نتوء خارجي في منطقه الايه في منطقه الانجواينا انجواينال بولج ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن نيوترس حصل له هرنيشن حصل له فتاء فلما حصل له فتاء زق الوول الابدومينال وول في منطقه الانجواينا يعني حصل بولج في المنطقه دي فعشان كده اسمها يوتراين هرنيا سندروم ان حصل هيرنيشن اليوترس على مندلا انجواينال بولج وده اللي لفت نظرنا للكيس كلها على بعضها اساسا. طيب تجميع بقى لكل الانترسكس اللي فاتوا كلهم هم اصلا بيشتكوا من ايه؟ رقم واحد من البرايمري امينوريا شفناه في الكومبليت الوجن انسنسيتيفيتي اللي هو كان الميل سودو هيرمافروديتيزم شفناه في الفايف افر داكتيز ديفيشنسي وشفناه في السوير سندروم. في الامبيجوس جينيتاليا طبعا شفناها في كذا حاجه في الكونجيتال ادرا هيبابليجيا بسبب الفيرياشن اللي حصل طبعا. وتحديدا الكونجنتال ادرينال هايبربليجيا بسبب الديفيشنسي بتاع ال 21 هيدروكسيليز انزيم ده الموست كومن كوز بالامبيجوس جينيتاليا دي معلومه مهمه جدا. وفي نفس الوقت الموست كومن اندوكراين كوز اوف نيوتال ديث. وكان عندنا برضو الميكس كوال ديجينيسيس وكان عندنا بارشيال ادرينال ريزيستنس اللي هو طبعا ديكي اقل من الكومبليت. وعندنا الترو هيرمافروديتيزم اللي هو عنده الميل عنده التستس وعنده الاوفري في نفس الوقت.
ايه الانفستيجيشن اللي ممكن تساعدنا؟ ممكن نعمل كاريوتايبنج عشان نعرف اذا كان ده اكس اكس ولا اكس واي، ولا اذا كان عنده انومالي زي الاكس اكس واي او الاكس اكس اكس او الاكس او. ممكن نشوف الهرمون ليفلز، بتساعدنا جدا طبعا في الفيميل والميل، وادرينال هرمونز نقيس بقى الاستروجين، نقيس التستوستيرون، نقيس ال17 هيدروكسي بروجسترون، الامور دي كلها بتساعدنا في التشخيص برضه. الترا ساوند طبعا عشان نشوف الانترنال اورجنز ماشيه عامل ازاي، في اوفرز مفيش اوفرز، في يوترس، الامور دي كلها. وام ار اي برضه بتساعدنا، والبيوبسي طبعا ناخد عينات عشان نشوفها بالميكروسكوبيكالي هيستولوجيكال سلايدز، سواء بقى للاوفيريان تيشو او السيكولار تيشو او غيرهم يعني. دي بقى نخش بقى على حاجه طبيعيه جدا. احنا عارفين ان الفيميل الطبيعيه بتكون 46XX عندها 2X كروموزومز. لما يكون عندها 2X كروموزومز في السله الواحده، في X كروموزوم هيبقى شغال وX كروموزوم هيبقى مش شغال. الX كروموزوم اللي شغال هيكون مش فاضي، تمام، ملهي في شغله، فبالتالي هنبص على السله مش هنلاقي حاجه، يعني هنلاقي مثلا السله عاديه مش لاقيين الX كروموزوم ده، مفيش حاجه مميزه نعلمه بيه. انما الاكس كروموزوم الثاني اللي هو ان اكتيفيتد، تمام، اللي هو ملوش لازمه حاليا، ده هيتكون، هيحصل له كوندنسيشن ويعمل حاجه زي الحسنه كده، تمام، لونها اغمق، في النيوكليير ميمبرين، في الميمبرين بتاع النيوكليوس، هيعمل حاجه اسمها بار بودي، تمام، بار بودي. فده عباره عن الان اكتيفيتد اكس كروموزوم الثاني اللي هو ان اكتيفيت اللي هو مش شغال، ده طبعا في النورمال فيميل. طيب معنى ان احنا جبنا سيل وبصينا عليها وما لقيناش البار بادي ده، معناه حاجه من الاثنين، اما ان هو اساسا في الاول نورمال ميل هو اكس واي، هو اساسا ما عندوش 2 اكس كروموزومز، فبالتالي الاكس كروموزوم اللي عنده ده الوحيد اللي شغال بيه هو كده كده اكتيفيتد، لان هو ما عندوش واحد ثاني يخزنه على هيئه بار بادي. او اما ان ده حاله تيرنر سندروم، ان ده اكس او، بمعنى ان هي عندها اكس كروموزوم واحد بس زي ما شفناها جايه من الباترنال سايد، فبالتالي هو واحد بس اكتيفيتد وما فيش واحد ثاني يتخزن على شكل بار بادي. ايه احسن مكان نجيب منه سيلز عشان نبص على الباربر دي؟ يستحسن جدا ان يكون سمير من سكويمس ابيثيريال سيلز، مصدرها من سكريبنج او ان احنا نكحت البقا البيكوزا اللي هو الانر اسبكت بتاع الليبس والتشيكس، يعني الخدود والشفاه بيبان فيها جدا الباربر. نتعامل ازاي مع الانترسكس بيشنتس؟ نتعامل معاهم ازاي؟ في شويه برنسبلز، ان طبعا زي ما قلنا بندي اولويه كسوه للسكس اوبريدنج عشان السايكولوجيكال فاليو بتاعها، يعني ان احنا ان هو نحافظ على ان هو تربى على ايه، تربى على انه مين او تربى على انه في مين، ونحافظ على السكس ده. كيرفول كونسلنج، بتبقى طبعا في تشاور كبير جدا بين البيشنت وبين الدكتور، طبعا اذا كان البيشنت ادلت او لو هو قاصر، بين طبعا اهله ووالده ووالدته وعيلته والكلام ده كله، عشان طبعا اختيار احسن حل ليه. دايما الازاله بيكون الاختيار الاسهل، مش سهل انك تبني لكن سهل انك تهد زي ما بنقولوا كده. فالاسهل ان طبعا لو في بينس صغير ان هو يحصل له كاستريشن ان هو يتشال سيرجيكال، او لو في لوجيك لتورز برضه ان هو يعني يتشال سيرجيكال ويتصغر يعني ويتحول الى فيميل جينيتاليا، ده دايما الخيار الاسهل، انما دايما التحويل من فيميل لميل بيكون اصعب بكتير جدا. الى نورمال جوناتس، زي في الحالات اللي احنا شفناها ان في كريبتوكريزم او ان في تستس في الابدومن، شفناها في كذا حاله، قلنا دايما بيبقى دايما الحل ان احنا نعمل جوناتكتومي، ان احنا نشيلهم خالص التستس دي، لان هي بيبقى في ريسك اوف امرجنسي بسبب درجه الحراره العاليه جدا في الابدومن. اخر حاجه عندنا سبورت هرمون ثيرابي، وقلنا ان احنا طبعا بيتحدد اذا كان مثلا في يوترس او ما فيش يوترس، فهندي استروجين ولا مش هندي استروجين، هندي استروجين ومعاه حاجات ثانيه بروجستيرون والامور دي كلها. فالعلاج هنا طبعا شفناه ميديكال بالكورتيكوسترويدز او بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي. هرمون ريبليسمنت ثيرابي يا باستروجين بس لما فيش يوترس، او باستروجين وبروجستيرون عشان ايه، يبقوا الاثنين معادلين بعض عشان نقلل نسبه الاصابه، زي ما قلنا بالبريست كانسر او باليوتراين اندوميتريال كارسينوم. جروث هرمون اللي هم طولهم اقصر من الطبيعي في التيرنر سندروم، لكن مش هندي لهم جروث هرمون الا لما ان هم يعدوا سن ال 12 سنه، عشان ندي لهم فرصه ينمو بشكل طبيعي، لان احنا لو استعجلنا النمو بتاعهم وادينا لهم جروث هرمون قبل 12 سنه هيبرضه هيبقوا قصيرين، فاحنا نسيبهم ينمو طبيعيا لحد سن 12 سنه، ندبر ان حصل ابيفيزيال فيوجن، وبعد كده نبقى نديهم الجروث هرمون عشان يطول، عشان طبعا تو افويد اللي هو البريماشور بفيزيك كلوزر. وطبعا كورتيزول ريبليسمنت ثيرابي شفناها في الكونجنتال ادرينال هايبربليشيا. علاج سيكولوجيكال طبعا مهم جدا، العلاج النفسي في المشاكل دي كلها، طبعا فتره العلاج، الدعم والمسانده النفسيه للحاله مهم جدا جدا. وسيرجيكال بقى في الحالات اللي محتاجه، زي طبعا الفاجينوبلاستي للامبيجو جينيتاليا، ان طبعا هنعمل ريكونستراكتر سيرجي فاجينال ريبير، نحسن من شكله زي الطبيعي، نعمل كونستراكشن باي دايركشن، يعني لو هو مثلا الفاجينال اوبننج ضيقه نوسعها،
بحاجه اسمها ويليامز او ماكندوز، ودي خطواتها ان هو بيعمل انشن على مدار الليبيا ماينوره كلها، وبعد كده يوسع الفاجينا اوبننج من جوه، وبعد كده يرجع يخيط من تاني عشان بحيث يكون الفاجينا من جوه يكون واسع زي الطبيعي بالظبط. ابليتيف سيرجري اللي هو جوناديكتوم زي ما قلنا، بسبب ان هو مثلا في عند تستس ان بتكون بتحمل 30% نسبه الاصابه في جرم سنت تيومر بسنه 30. والجلادوبلاستوما هو البوست كومن، فبنعمل ممكن كان فالكتومي لو في فالس كبير في حاله فيمير برضو بنشيله لاغراض التجميل اغراض تجميليه. وكيوريتف سيرجري ان طبعا لو في اندروجينيك تيومر بينتج اندروجينز ان احنا هنستقصده، سواء بقى كان تيومر في الادرينال كورتكس او سواء كان تيومر في الاوفري. وادي صوره عيل الفالكتومي ان هو عيل الفالس اهو تمام، حجمه اكبر من الطبيعي، بيتشال بيتم استئصاله وبيرجع طبعا الحجم يبقى الكسانوجيتاليا شكلها طبيعي جدا مفيش اي مشكله، كانه ما كانش موجود من الاصل. ده جدول مقارنه من كل الانواع اللي احنا قلناها تمام كلها على بعضها واحده واحده. الموديليا اسيسس كانت في ميل 46 اكس اكس، قلنا كان عندها اوفرز لكن كانش عندها يوترس ولا كان عندها فاجينا، فالانترنال جينيتال ساكس بتاعها ان هو يكون ابسنت انها ما عندهاش باقي اورجنز. الاكسترنال فيميل خارجيا مفيش اي مشكله، الفينوتايب بتاعها فيميل والهرمون الليفل بتاعها كان نورمال بسبب ان في اوفر الشغاله عندها استروجين عادي عندها بروجسترون عادي برضو، والعلاج بتاعها كان ان احنا بس بنحسن من شكل الفاجينا بالبلانوبلاستي. المورس سندروم اللي هو الميل سودو سودو هيرمافروديتيزم كان 46 اكس واي، كان عنده تستس كانت موجوده عند سندت في الابدومين، كان برضو الانترنال اورجنز كان حصل لها ديفرشن لميل عادي جدا، انما الاكسترنال خارج المظهر الخارجي الخداع كان في ميل من بره لكنه عنده ابسنت اندروجينيك هير اللي ده معتمد على اندروجينز، وعنده بلاين باوتش. الفينوتايب بتاعه الخارجيه ان هو في ميل وبيتعامل على انه في ميل. الهرمون الليفل كان عنده نورمال تستوستيرون لما كان عندنا مشكله في استغلال الدايرو تستوستيرون تمام. علاجه كان بايه؟ بالجوناديكتومي، لان هي خطر لنا جدا ان احنا نسيب التستس في العدد من كده فاجينال بلاستر عشان نحسن من شكل الفاجينا، وهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وبما ان ده ما كانش عنده يوترس فادينا له استروجين بس. بعد كده 5 امر ادكتيف ديفيشنسي برضه ده ميل 46 اكس واي عنده تستس انترنال زي مورس سندروم ميل زيه بالظبط. الاكسترنال برضه هيكون في ميل وعنده بلاين باوتش، هيتعامل على انه في ميل. الفرق بس ان هو عنده نورمال تستوستيرون لكن اللو دايرو تستوستيرون، لان اللي كان بيحاول التستوستيرون دايرو تستوستيرون خلاص راح اللي هو الفايف افرداكتيز. العلاج بايه؟ نفس علاج المورس سندروم ونابيكتومي وجينوبلاستي ومورد ديسمنت ثيرابي، برضه ما فيش يوترس يبقى هنديله استروجين بس. السوير سندروم شفناه ان هو عنده اكس واي لكنه عنده ما فيش عنده اس ار واي جين على واي كروموزوم، فهيتكون عنده انترنال فيميل اورجنز، فهو عنده ستريت تستس عنده انترنال فيميل اورجنز، والاكسترنال كمان فيميل، هو خارجيا وداخليا فيميل. الفينوتايب بتاعه فيميل، عنده لو تستوستيرون بسبب ان هو عنده مشكله في التستس، عنده هاي فوليكل سبوتنج هرمون هذا اللي هو بسبب انهيبيشن النيجاتيف فيدباك خلاص اتكسر عندها نيجاتيف فيدباك سايكل. العلاج بايه؟ هنشيل التستس اللي هي كده كده مش شغاله قوي اللي هي النون فانكشنال ستريت تستس، هنشيلها بالجرادكتومي. وهرمون ريبليسمنت ثيرابي، وبما ان ده عنده انترنال اورجنز يعني عنده يوترس فهنديله بروجستيرون واستروجين مع بعض تمام. بعد كده عندها ترنس سندروم اللي هو الفيميل 45 اكس او، عندها اكس كروموزوم واحد بس فعندها ستريك اوفري، عندها انترنال اورجنز هيموبلاستيك لكن ده برضو عندها يوترس والامور دي كلها، وعندها اكسترنال اورجن مفيش اي مشاكل. الفينوتايب بتاع الفيميل وسمارك فيتشرز اللي احنا قلناها زي طبعا مشاكل ويب نك زي شورت ستيتشر البراون سبوتس في الجسم كله، كل الامور الخارجيه دي كلها. الهرمون الليفل عندها نقص استروجين بسبب ان هي عندها نون فانكشن اوفرز وعندها نقص البروجسترون، وبالتالي عندها النيجاتيف برضو وفي باك انهيبيشن ده خلاص برضو اتكسر، فبقى عندها هاي فوركس سبيتنج هرمون وهاي لوترازنج هرمون زيها زي السوير سندروم بالظبط. وعلاجها بالهرمون ريبليسمنت ثيرابي، هل دي عندها يوترس ولا لا؟ الاجابه حتى لو هي بلاستيك فعندها يوترس فهنديها استروجين وهنديها بروجسترون. الناحيه الثانيه عندنا كونجنتال ادرينال هايبربليجيا، ده 46 اكس اكس فيميل عندها اوفرز مفيش اي مشكله، الانترنال فيميل انما الاكسترنال هو اللي حصل له فيرلايزيشن بسبب اندروجينز اللي زادت، فبقى عندنا امبيجوس اكسترنال جينيتاليا ات بيرث. الفينوتايب بتاعها فيميل، هرمون الليفل هي عندها نقص بالكورتيزول اللي هو كان بيعمل انهيبيشن للادرينال كورتيكوتروفيك هرمون، ولذلك بقى بينتج كميات كبيره جدا منه وبقى بيخلي الادرينال كورتكس تطلع كميات ضخمه من الاندروجينز، وعندها هاي اندروجين زي ما قلنا دلوقتي حالا اهو. فالعلاج بالكورتيكوسترويدز زي الدكساميثازون كده بالظبط، والكوركتيف سيرجري فيجينال بلاستي بقى وغيره عشان نحسن شكل الابيجوجينيتاليا ونرجعها للنورمال. فده كده كان شرح درس السكس ترمينيشن والريتر سيكشواليتي. زي ما قلت انا حبيت ابدا بده الاول قبل ما ندي الديفلوبمنتال انوماليز عشان كده نكون فاهمين الشكل العام كله عامل ازاي، وان شاء الله يكون الدرس اللي جاي يكون سهل وواضح.
اتمنى يكون الشرح النهارده كفى ووفى، واتمنى يكون الموضوع صورته وضحت ولو حتى بحاجه بسيطه. شكرا جزيلا والسلام عليكم.